مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من البيت الكبير معاكم النهاردة. على مدار 3 ساعات هنتابع كل الأخبار والكواليس على الصحة الرياضية. قبل ما نبدأ أي حاجة برحب بكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك. أهلا يا سهام. مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويوم جديد من أيام البيت الكبير. زي ما متعودين إن شاء الله تكون حلقة مميزة. عندنا الفقرة الأولى إن شاء الله فقرة خارج الصندوق زي ما بسميها، كل يوم ثلاث مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. هنتكلم على محترفينا المصريين على مر العصور، نتكلم شوية على الكرة الأوروبية وبعض الملفات المهمة. زي البيت الكبير ما معودكم دايما، الأجيال الحاضرة والأجيال اللي قبل كده بتكون موجودة معنا، لكن كمان في أجيال في الستينات والسبعينيات لازم الناس تعرفها والأجيال الجديدة لازم تعرفها. معنا اتنين من أساطير ونجوم النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات، معانا الكابتن فتحي نصير والكابتن عادل طعيمه في الفقره الاخيره. يكون منورنا النهارده يا سهام في البيت الكبير في الفقره الحواريه ان شاء الله الاساسيه، ان شاء الله تستمتعوا بيها. هنبدا اخبارنا سريعا بتتويج جديد بيحصل كل يوم وبطوله، وكل يوم انجاز الحقيقه. وبعد الفوز ببطوله الدوري للطايره رجال وبطوله الدوري لكره القدم طبعا وبطولة وسوبر السلة سيدات، وعندنا دوري كرة الطائرة سيدات النهاردة بطولة جديدة لطائرة الأهلي السيدات اللي فازوا ببطولة كاس الطائرة للفوز على نادي الصيد 3-0 علشان يحققوا الثنائية وحققوا بطولة الدوري والكاس. وكعادة الأهلي ملوك الصلاة في كل الألعاب. مباراة النهاردة كانت على صالة الشرقية للدخان. الفريقنا قدم طبعا عرض قوي ومميز وظهر بشكل لائق الحقيقة ولافت، وفاز ب3 أشواط بدون رد بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي وأيضا الإعداد الجيد من قبل طبعا لاعبتنا، كمان التركيز الشديد على حسم المباراة. نتيجة الأشواط جاءت ب 25-18 25-20 و25-13. الفريق بدأ المباراة بشكل هجومي بعد ما دفع المدير الفني حمدي الصافي بالفريق الأساسي من البداية علشان يحسم المباراة ويتوج في النهاية بالبطولة. كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على أنه يحضر هذه المباراة ويؤازر اللاعبات أمام الصيد. كمان فريق طبعا كان برفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، السيد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، كلهم حرصوا النهارده على الحضور برفقه كابتن محمود الخطيب مساء اليوم لصاله نادي الشرقيه للدخان بيأزروا الفريق الاول لكره الطايره سيدات امام الصيد. طبعا دي المباراه النهائيه لبطوله كاس مصر، انتهت بفوز الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم ب3 أشواط نظيفه. بيتوج الفريق باللقب وبيجمع بين الثنائيه. كابتن الخطيب النهارده بيوجه التهنئه وأشاد بالأداء المميز والانضباط الفني للسلوكي والسلوكي والجهد اللي بذلوه طبعا الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات. كمان رئيس النادي أكد أنه الجمع بين بطولتي الدوري والكاس بيحمل اللاعبات مسؤولية أكبر، مسؤولية كبيرة في المرحلة اللي جاية علشان يستمروا في التتويج بالبطولات، وده اللي بيحتاج إلى طبعا جهد أكيد مضاعف وتركيز كبير من قبلهم. وأكد ثقته في إخلاص سيدات الطايرة وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة الحقيقة وقدرتهم على الاستمرارية في الطريق الصحيح اللي تعود عليه الأهلي وجماهيره. كابتن هاني صحيح ده كلام مهم جدا. بنبارك تاني لفريق سيدات الكرة الطائرة، دايما النادي الأهلي في المقدمة، الفوز ببطولة الكاس بعد بطولة الدوري، الثنائية كمان لطائرة النسائية للنادي الأهلي، إنجاز جديد بصراحة لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب اللي كان دايما حاضر، يعني دايما حاضر إذا كان في مباريات السلة في الطائرة زي ما موجود دايما في مباريات كرة القدم. إنجاز جديد جدا لمجلس الإدارة. كابتن محمود الخطيب في الكلمة اللي قالتها سهام دي بيأكد كمان على استمرارية النادي الأهلي في النجاح، وإنه دايما بيدعم مش كرة القدم بس، بيدعم كل اللعبات، ودايما بيقول إن النادي الأهلي على جميع المستويات هو
دايما البطوله هي اللي قدام عيني. كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بنبارك له. كابتن محمود الخطيب النهارده كمان زي ما حضراتكم شايفين في الصوره ده بيدي انطباع وبيدي روح معنويه عاليه جدا جدا لما بناتنا في النادي الاهلي على مستوى الطايره يكون في وسطهم نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب بيأزرهم وبيشجعهم وبيقول للنادي الاهلي وراكوا، بيحضر المباراه وبعد المباراه بيقول كلمه جميله جدا في حق اللاعبات وبيحفزهم كمان للبطولات اللي جايه. ده اكيد شيء يحترم جدا من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس ادارته. كمان خلينا نقول يعني يا سهام ان النادي الاهلي وحقق بطولات على مستوى الطايره، واتكلمنا امبارح في موضوع طبعا الكره الطايره وان النادي الاهلي فاز على الزمالك وعنده مباراه مهمه جدا ان شاء الله بكره إن شاء الله. مع فريق طلائع الجيش ان شاء الله. وده يمكن كنا بنتكلم فيه امبارح والنهارده فريق رجال كره الطايره كمان فريق مستمر وبيحصد البطولات، مسيطر على منافسات كره الطايره في مصر لحد دلوقتي. والفريق الحقيقه بقياده مديره الفني محمد مصلحي اختتم استعداداته، كان بيقول لنا الكلام ده امبارح لنهائي بطولة كاس مصر اللي هيتلعب بكرة ان شاء الله على صالة نادي الصيد ايضا في 6 اكتوبر. كل اوراق الاهلي جاهزة الحمد لله باستثناء لاعب واحد بس وهو عبد الرحمن الحسيني. عبد الرحمن الحسيني كان تعرض لإصابة وكلهم الحقيقة عندهم ارادة كبيرة وعزيمة ان هم يفوزوا بالكاس. الاهلي حاصل على لقب الكاس في السنتين اللي فاتوا، والمفارقة انهم كانوا على نفس الفريق نادي طلائع الجيش اللي بيدربوا نجم الاهلي السابق ابراهيم فخر الدين. احنا امبارح يمكن كنا اتكلمنا قلنا ان احنا منافسنا المباشر في البطولة كان هو نادي طلائع الجيش، فما غلطناش لانه بكرة ان شاء الله هيلعب معانا النهائي للسنة الثالثة على التوالي نادي طلائع الجيش. لكن طبعا كابتن محمد مصلحي يمكن يعني بحبه وخلقه يعني كان يعني ما حبش ان هو ايه نظرا لاسمه طبعا ومكانه الانديه الثانيه، قال لا، قال المنافسه رباعيه بين الاهلي والزمالك وسموحه وطلائع الجيش، بس احنا الحمد لله في حاله فوزنا بكره ان شاء الله باللقب هيكون الثالث على التوالي وال21 في تاريخ. ده صحيح كلامي كان مظبوط امبارح يا سهام، لان يعني احنا بنتكلم على المنافسه، ما بنتكلمش على المنافسه مين الموجود على الساحه بشكل جيد، ما بنتكلمش على المربع الذهبي، بنتكلم دايما على المنافس اللي هو بينافس النادي الاهلي في النهائي. ده ثالث مره فريق طلائع الجيش، وانا اتكلمت مع الكابتن محمد امبارح قلت له فريق طلائع الجيش من الفرقه القويه جدا، ده المره الثالثه على التوالي بيوصل تقريبا في الكاس، يعني في الدوري ممكن يكون في تاخر شويه، لكن على مستوى الكاس طلائع الجيش وصل لنهائي الكاس للمره الثالثه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكره باذن الله، زي ما احنا اتكلمنا امبارح مع الكابتن محمد مصلحي وبعض كباتن الفريق، يكون ان شاء الله التتويج بالثالثه، وكمان منتظرين كمان الرباعيه على المستوى الافريقي باذن الله، لان النادي الاهلي هو صاحب الانجازات وصاحب البطولات على جميع المستويات. صحيح. نروح بقى لكرة القدم. النهارده الفريق او لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري قالت او قررت النهارده ان هي تقدم مباراة الاهلي مع طنطا ضمن الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز 24 ساعة، هتقام ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعة 8 بالليل. كمان تم نقل المباراة لاستاد الاهلي والسلام، لانه استاد غزل المحله لحد دلوقتي ما حصلش على ترخيص تقنيه الفيديو لحد دلوقتي. النهارده خلاص في قرارات انه اي استاد او اي ملعب يستضيف اي مباراه لازم يكون حاصل على ترخيص تقنيه الفار، فالنهارده ده استاد المحله غير مؤهل ليه، فعشان كده هيتلعب على استاد الاهلي والسلام ان شاء الله باذن الله. وما ننساش طبعا ان عندنا مباراه مهمه جدا، يعني عارفين ان عندنا مباراه بكره مهمه امام اف سي مصر، ده في اطار طبعا منافسات الجوله 29 من بطوله الدوري الممتاز. ان شاء الله المباراه هتقام على استاد الكلية الحربية. ده طبعا مباراة واتكلمنا فيها مع ضيوفنا امبارح واتكلمنا فيها مع نجومنا، مباراة هنشوف فيها. احنا كنا اتكلمنا على التحضير لي، يعني كل الجماهير كانت بتتكلم خلاص نحسم بطولة الدوري عشان نبدأ نستعد للبطولة الأفريقية. اتكلمنا الاستعدادات شكلها ازاي، يعني كابتن سامي قمصان كان موجود معانا هنا في البيت الكبير واتكلمنا عن يا ترى الفترة اللي جاية هتبقى ماشية ازاي في محورين ثلاثة، يا ترى فايلر بكرة هيدفع بالناشئين من البداية نبدأ نشوف اللعيبة الصغيرة، يا ترى هنبدأ نشوف بعض اللعيبة اللي ما خدتش فرصة طويلة زي محمود وحيد زي
لعيبه كتير عايزه تاخد فرصه وتحط رجليها كهربا، محتاج مباريات، هل هنشوفهم من البدايه؟ كل ده ان شاء الله المباراه هتكون مهمه جدا بكره، ونشوف يعني فكر الجهاز الفني رايح فين استعدادا طبعا للبطوله الافريقيه. كلها استعدادات مهمه، ونحن طبعا الفتره اللي جايه يعني مهمه جدا جدا ان انت تستعد لخوض مباريات دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد مباراه الوداد المغربي النهارده. فايلر المدير الفني كان بيعقد محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق المران، كان حريص جدا على انه يتحدث مع جميع اللعيبه ومنح تعليمات خاصه علشان ينفذوها خلال مران النهارده المران الاخير. فبيعلن عن قائمة الأهلي لاستعداد مواجهة نادي اف سي مصر ان شاء الله. يعني النهارده من ساعات قليلة التمرين انتهى، والفريق توجه لمعسكر مغلق طبعا استعدادا للمباراة. راينر المدير الفني لفريق النادي الأهلي طبعا يعني بيعلن قائمة اللعيبة المشاركة بكرة ان شاء الله في مباراة اف سي مصر. القائمة كانت يعني كالتالي: طبعا محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء ده حراسة المرمى. خط الظهر عندنا ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، ايمن اشرف، محمود وحيد، وعلي معلول، واحمد فتحي، ومحمد هاني. عندنا اليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمود كهربا، وليد سليمان، وحسين الشحات، وجونيور اجايدا خط الوسط، ومروان محسن، واليو باجي، واحمد الشيخ، عربي بدر، ومحمد فخري. دول من الولاد اللي اتكلمنا عليهم، الولاد الصغيرين ان شاء الله ممكن نشوفهم بكره على فترات، ممكن جدا نشوفهم بكره من بدايه المباراه. كمان فايلر عمل جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده طبعا على هامش مران النادي الاهلي. زي ما اتكلمنا يا سهام، ان شاء الله هنشوف فكر الجهاز الفني بكره ايه، يا ترى هيدفع بالناشئين من الاول، يا ترى الولاد الصغيرين هياخدوا جزء من المباراه. ممكن جدا هو علي معلول موجود في القائمه، يا ترى ممكن يبدا محمود وحيد على اساس يديله فرصه اكبر، ويبقى علي معلول يعني ياخد راحه شويه ويشترك. كل ديت افكار، وكل ديت من خلال المباراه هنقرا افكار الجهاز الفني ايه للفتره اللي جايه ان شاء الله. انت حسمت خلاص اللقب، وعندك صحيح فرصه ان انت تعمل تغييرات وتغير خطط وتبدل لعيبه وتخلي بلعيبه تمنحهم بعض الراحه. مزبوط. فانت يعني عمال ايه خلاص يعني بتلعب على الهادي زي ما بنقول. صحيح. كل ده احنا بنستعد بنسخن. انا بعتبر ان الموسم حتى او عوده النشاط او استئنافه مره تانية هي عمليه تسخين للي جاي. اللي جاي هو اللي اصعب بصراحه. لانه خلاص احنا دايما نقول انه الموضوع الدوري ده محسوم، والدوري ده اهلاوي يعني اهلاوي، فخلاص انت بتتكلم بقى في مرحله اصعب. اصعب. وامبارح بقى انا حلفتهم كلهم يعني حسين الشحات، محمد هاني، ان شاء الله افريقيا اهلي ان شاء الله التاسعه. لسه مع اخبار الاهلي، لسه مع ريني فايلر اللي كان بيعقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكوره زي ما كابتن هاني قال على هامش مران الفرقه النهارده، كان بيتكلم عن بعض الامور الاداريه الخاصه في المرحله الجايه بعد طبعا ما تقدم مباراه الاهلي وطنطا زي ما قلنا لحضراتكم اتاجلت ليوم السبت 26 سبتمبر. فالنهارده كان بعض الامور الاداريه ما بينه وبين طبعا الامور الاداريه دايما بتبقى مهمه جدا، الخاصه بالفريق. يعني اتكلمنا كمان امبارح مع كابتن سامي ان الامور الاداريه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدور اكتر من رائع في العمليه الاداريه والتنسيق مع فايلر. ايه المناسب؟ مباراه طنطا يعني اتاجلت او اتقدمت 24 ساعه، بيحط برضو الشكل والخطه المناسبه الاداريه للاستعداد لهذه المباراه. مباراه بكره ان شاء الله مهمه، والناس تقول لك لا يا كابتن مش مهمه، لا مباراه مهمه، عايزين نشوف فرقتنا بشكل جيد، عايزين نطمن على اولادنا، عايزين نطمن على الاولاد الصغيرين. فعندنا تقرير نشوف ازاي بيستعد النادي الاهلي لمباراه بكره امام اف سي مصر. الأول بالنادي الأهلي نصف المشوار مع وعده لجماهيره هذا الموسم بالفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد موسم صعب وشاق عانى خلاله الكثير، ولكن الآن يتبقى الجزء الثاني الأهم والأصعب، وهو معانقة الأميرة الإفريقية والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا. مشوار طويل وحافل للمارد الأحمر في القارة السمراء وفي دوري أبطال إفريقيا، البطولة التي يعتبر السيد المتوج لها بعد الفوز بلقبها ثمان مرات من قبل كأكثر الأندية في القارة السمراء فوزاً باللقب، وهو الإنجاز الكبير للفريق الذي لم يستطع أي منافس آخر الاقتراب منه أو معادلة رقم المارد الأحمر.
لكن البطل الأول لإفريقيا وسيدها الكبير لم يحالفه التوفيق في السنوات السبع الأخيرة في التتويج بلقب البطولة، وهو ما جعل جماهيره العاشقة المحبة في شوق كبير للقب القاري، ودائما ما تردد في مختلف الأماكن: التاسعة يا أهلي. الأهلي وإفريقيا علاقة حب طويلة وتنافس مثير، نجح خلاله المارد الأحمر في الفوز على جميع فرق القارة السمراء تقريبا وحصد البطولات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وداست عجلات فرسانه على كل ملاعب إفريقيا تقريبا ليزرع رايات مجده في مختلف الملاعب وبين مختلف الشعوب والحضارات، مرسخا لأسطورته كعملاق بلا منافس للقارة السمراء العظيمة. وسريعا طوى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صفحة بطولة الدوري من أجل الاستعداد جيدا للمواجهة المقبلة التي تنتظره على الصعيد القاري أمام فريق الوداد المغربي القوي. وبدأ الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر في تجهيز اللاعبين لهذه المواجهة وفي دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من أجل أن يحقق المارد الأحمر الأمل المنشود والحلم المنتظر ويصبح هتاف التاسعة يا أهلي واقعا ملموسا. إن شاء الله التاسعة يا أهلي. هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين أخبارنا مع حضراتكم والبيت الكبير. تفضل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين في البيت الكبير. النهاردة فريق مصر المقاصة الحقيقة يمكن عين الحسود يمكن أصابت الفريق، خاصة أن أنت كنت محقق سلسلة من النتائج الإيجابية. النهاردة كابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق اتقدم باستقالته. ليه؟ ولأنه النهاردة الحقيقة بيتعرض عليه عرض. أولا هو النهاردة ما حضرش أي تدريب للفريق النهاردة. النهاردة كان المفروض بيستعد لمواجهة المقاولين العرب. الحقيقة أنه كابتن إيهاب منح إدارة المقاصة مهلة لدفع راتبه خلال الأيام اللي فاتت، إلا أنه إدارة الفريق ما استجابتش لده. بعد كده هو تقدم لاتحاد الكورة بطلب رسمي علشان يفسخ تعاقده وإلزام المقاصة بأن هي تدفع بقية مستحقاته بالكامل. إيهاب جلال كان زي ما قلت لحضراتكم تلقى عرض رسمي علشان يدرب بيراميدز. الأمر ده أصبح خلينا نقول قريب دلوقتي جدا، بعد طبعا استقرار إدارة الفريق على أن هي تفسخ عقد تشاتيتش المدير الفني الحالي على خلفية تراجع طبعا النتائج في الدوري. طبعا إيهاب جلال قرب استمرار طبعا لمسلسل اتكلمنا فيه وملف اتكلمنا فيه تغيير المدربين وإقالة المدربين وهروب المدربين من الدوري المصري، لكن كابتن إيهاب جلال كمان كان عنده كيمياء خاصة زي ما اتكلمنا مع نادي مصر المقاصة. نادي مصر المقاصة كان بيعاني بشكل كبير جدا جدا قبل قدوم كابتن إيهاب جلال. النتائج اتحسنت زي ما انت قلت يا سهام، النتائج بقت يعني هايله، بدا الفريق يكسب مباريات متتاليه، في كيمياء زي ما قلت واللعيبه مستريحه مع الكابتن إيهاب جلال، لكن من الواضح كان في بعض المشاكل الاداريه بس ما ظهرش على السطح. ما ظهرش خالص الايام يعني اللي فاتت. ده انا بالنسبه لي مفاجاه، يعني مفاجاه ان الكابتن إيهاب جلال. لكن خلينا نتكلم ان اداره محترمه، كابتن الاستاذ محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه، هو انا عارف بيكن كل احترام لإيهاب. إيهاب كمان يكن الاحترام لإدارة المقاصة، قدم استقالته وأعتقد أنه هيكون على أعتاب طبعا التعاقد مع نادي بيراميدز. طبعا نروح لنادي سموحة طبعا بيدور على حارس مرمى، وعشان كده التفكير كان منصب على محمد بسام حارس مرمى طلاع الجيش. محمد بسام بيقدم مستوى مميز جدا السيزون ده، والكابتن احمد سامي طبعا المدير الفني لسموحه طلب التعاقد مع اللاعب في فتره الانتقالات الصيفيه ان شاء الله. اعلن كمان محمد بسام نفسه عن تلقي عرضا من نادي سموحه للانتقال ليه خلال فتره الميركاتو المقبل في نهايه الموسم الجاري. محمد بسام قال كمان هناك بعض المفاوضات، يعني في بعض الانديه اللي بتفاوضني لكن المفاوضات وقفت، وفي نادي سكندري ساحلي هو اللي بيتفاوض معاه دلوقتي، واكيد هو طبعا نادي سموحه. خلي بالكم كمان ان كابتن احمد سامي كان اصلا مدرب طلائع الجيش وعنده علاقه كويسه جدا مع اللاعبين، وكان كمان محمد بسام في الفتره اللي كان فيها كابتن احمد سامي كان مميز بشكل كبير. نادي سموحه بيبص للعام الجديد، بيحاول
يجدد دمائه، بيجدد بعض المراكز على رأسها طبعا حراسة المرمى. كابتن أحمد سامي بيقدم نتائج جيدة دلوقتي مع سموحة، سموحة دلوقتي في المركز الخامس، نتائج جيدة في الأسابيع الأخيرة. نتمنى طبعا كل التوفيق لطلائع الجيش، خاصة أن كمان محمد بسام قال محدش يتفاوض رسمي دلوقتي غير لما يعني طلائع الجيش يبقى في الدوري ويكون بصفة رسمية باقي في الدوري الممتاز السيزون اللي جاي، وبالتالي يعني التعاقد الرسمي مش هيتم دلوقتي، لكن في يعني كلام مفاوضات واعتقد ان محمد بسام حارس مرمى كويس، عنده خبرات كويسه وهيكون موجود في سموحه العام القادم ان شاء الله قريب جدا. كمان في مفاوضات ثانيه بتحصل في الاتحاد السكندري. النهارده مجلس اداره الاتحاد السكندري حصل على توقيع فادي فريد. فادي فريد مهاجم اسوان هينضم للزعيم الثغر ان شاء الله الموسم اللي جاي، بعد ما تألقه الحقيقه كان ملفت او لافت، خلينا نقول لافت للنظر مع ابناء الجنوب خلال الموسم ده. كون الحقيقة ثنائي برضو مع زميله السابق محمد الصباحي اللي رحل خلال الميركاتو الشتوي اللي فات للاتحاد السكندري. كمان مسؤولين الاتحاد السكندري النهاردة بيسعوا للتعاقد مع أكتر من مهاجم محلي بيدعموا بدا المركز، مركز المهاجم بعد خلاص اقتراب عودة الإفواري رزاق سيسي. رزاق طبعا جاي من الزمالك، عارة من نادي الزمالك. وأيضا عدم يعني خلاص تواجد كمان خالد قمر، أحمد راشد، وده اللي خلى طلعت يوسف المدير الفني للفريق أنه يطلب ضرورة التعاقد مع مهاجمين محليين جداد ومحاكم طبعا إفريقي، خاصة بعد ما هرب الأوغندي إيمانويل أوكوي. والنهاردة هم كمان مش مقتنعين بأنس سانتو، أنس سانتو الليبي. ده المهاجم الليبي كابتن طلعت يوسف كان عنده أو بيحضر، كمان كل الأندية بتحضر للموسم اللي جاي. كابتن طلعت يوسف شايف أن مركز رأس الحربة في الاتحاد السكندري ممكن يكون فيه تدعيم شوية، وبالتالي بيحضر من دلوقتي. عارفين طبعا نادي الاتحاد يعني كان بيمر بأزمة شوية، إصابات كتيرة عندهم بعض المشاكل في الحالة الدفاعية، لكن نتمنى طبعا التوفيق للكابتن طلعت يوسف وجماهير وعشاق نادي زعيم الصقر. نروح من زعيم الصقر ونروح لنادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي للأسف بيعيش، ما زال يعيش حالة سيئة جدا وحالة حزن طبعا بعد الخسارة من إنبي امبارح 1-0. الجهاز الفني النادي الإسماعيلي قال لك احنا هنقفل الصفحه دي تماما، صفحه انبي هنقفلها. كان في النهارده تمرين على استاد بتروسبورت، يعني في عنده مباراه مع قادمه، دي المباراه انبي كانت على ملعب بتروسبورت. قال هنقفل الصفحه دي تماما لان احنا ما عندناش كمان وقت للراحه، ما اداش راحه للاعبين، وقال احنا لازم نستعد للمباراه، كمان مباراه مهمه جدا مع بيراميدز. ان شاء الله المباراه دي هتقام يوم الخميس باذن الله على استاد الاسماعيليه. كلنا طبعا بنحب نادي الاسماعيلي وكل جماهير الكوره بتحب نادي الاسماعيلي، بيمر بازمه قويه جدا نادي الاسماعيلي في مركز لا يليق به، ودايما بنتكلم يا سهام ان من النوادي اللي بنحب نشوف كورتها نادي الاسماعيلي. عندهم ازمات على مستوى الاداره، على مستوى تغيير المدربين، وفي وقت صعب جدا كمان، وحتى بيمر بازمات ريكاردو المدير الفني البرازيلي لما جه لسه ما دخلش الفرقه ولسه محتاج شويه وقت، عنده بعض المشاكل الاداريه بيحاول يحلها. فالنتائج، لكن خلي بالك خلاص ناقص 6-7 اسابيع على نهايه الدوري موسم. ونادي الاسماعيلي يا رب نتمنى له كل التوفيق طبعا، لان الكره الاسماعيليه كلنا بنحبها أكيد. ربنا يوفقهم ان شاء الله في اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. ننتقل من الاخبار المحليه للعالميه. نيمار النهارده مهدد بالايقاف لحد اخر السنه بسبب العنصريه. ازمته حصلت في ماتش مارسيليا وباريس سان جيرمان اللي انتهت بخناقه كبيره كان فيها عبارات عنصريه. الحقيقه ده اكدوا كمان خبراء في قراءه حركات الشفايف. العقوبه مش هتكون على نيمار بس، كمان جونزاليز من مارسيليا بيواجه نفس تقريبا الامر، ومحتمل يوقف كمان او يعني يوقفوه لحد اخر السنه تقريبا 8 ماتشات يعني لنهايه السنه. يعني ده كنا بنتكلم وهرجع معاك ان العقوبات وان في دايما لوائح، وحتى لما بيكونش في تقرير الحكم كاتب حاجه، لا هم كمان عندهم كاميرات وعندهم لغه الشفايف، يعني هو كمان ممكن جدا الفيديو يجي يقول لك لغه الشفايف نفسها قال ايه نوع من العنصريه. وبالتالي زي ما اتكلمنا على الموضوع دوت، بغض النظر عن اسم نيمار، اسم كبير، لعيب كبير، لكن في لوائح، في قوانين بتتنفذ على الكبير والصغير،
8 ماتشات ممكن جدا نيمار يتوقفها، وبالتالي هيحرم فرقته من عدد كبير من الماتشات. هو ده يعني العمل على الانضباط يعني. زميله بقى داني ألفيش. داني ألفيش طبعا يعني من مواطنه البرازيلي. داني ألفيش طبعا النجم البرازيلي الكبير بعد عودته لساو باولو، دايما متعودين لما اللعيب لعب كتير جدا، طبعا نجم برشلونه ونجم يوفنتوس، لعيب كبير جدا، رجع لساو باولو تاني. لكن المفاجاه قال لك وعمره 37 سنه، قال لك ان انا هرجع العب في اوروبا تاني. يعني صحيفه ليكيب الفرنسيه اكدت انه طلب جلسه مع اداره ساو باولو لاقناعهم بفسخ التعاقد، علشان عاوز يرجع تاني لاي فريق او لفريق اوروبي الموسم اللي جاي. اكيد في تعاقد واكيد في كلام. داني ألفيش من اللعيبه المميزه جدا جدا، دايما متعودين يا سهام لما يكون لعيب برازيلي بيأدي سنوات طويله في اوروبا وبيرجع بلده تاني. سان باولو حصل كتير مع رونالدينيو، حصل مع رونالدو، ناس كتيره جدا بترجع وخلاص بتنهي حياتهم او بيستقروا في بلدهم. لكن المفاجاه ان داني ألفيش عنده 37 سنه بيحاول يفسخ عقده علشان كمان يرجع لاحد الانديه الاوروبيه. هنشوف طبعا اعتقد من الانديه كمان الكبيره، لان داني ألفيش كمان لعيب مميز ولعيب كبير قوي. و37 سنه كبير، بس لسه يعني عنده خبرات طبعا. طبعا خبراته كبيره جدا. اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد النهارده في مرحله مفاوضات جديده علشان يضم سواريز وكافاني. النهارده ان شاء الله مش مرتبطين بعقد دلوقتي، بيتمرنوا بشكل منفرد في اوروغواي، لكن نادي اتلتيكو مدريد عقد جلسه مع وكيله علشان يقنعه ان يلعب في النادي المدريدي، وكلها برضو لسه مفاوضات. الايام اللي جايه هتحسم هذا الامر اكيد. سواريز وكافاني من المهاجمين الكبار جدا زي ما انت قلتي. كافاني مش ما عندوش نادي دلوقتي بيتمرن، لكن يعني وجوده في اتلتيكو مدريد اكيد هيكون كمان مكسب لاتلتيكو مدريد. كافاني من المهاجمين المميزين جدا جدا. عندنا طبعا خبر المدافع التونسي الشهير رادي جعادي، ده بيواصل مشواره. هو مدرب طبعا، هو كان لعيب كبير جدا، دلوقتي هو على مستوى التدريب بيواصل نجاحه التدريبي بعد ما تولى طبعا تدريب هارتفورد أتلتيك، ده المنافس في دوري الدرجة الأولى الأمريكي. رادي قال على تويتر أنه سعيد جدا جدا بالفوز الأخير خارج ملعبه ضد منافس محترم جدا، بيشكر الجميع في إطار فني من لاعبين وإداريين على ما قدموه طوال المباراة. ترشحنا لأول مرة في تاريخ النادي إلى مرحلة البلاي أوف. هو طبعا ده فخر واعتزاز، بيقول ده فخر واعتزاز كبير جدا جدا لي. لا يزال لدينا 4 مباريات لإتمام المشوار والرجوع إلى الصدارة. نقول له من هنا من البيت الكبير، بنقول له طبعا يعني نجم كبير، نجم عربي، نتمنى له كل التوفيق والتوفيق إن شاء الله والوصول للبلاي أوف وتوصل كمان للدرجة الأعلى بإذن الله. وعايزين نقول لزلاتان إبراموفيتش برضو كل سنة هو طيب، عيد ميلاده بعد كام يوم، 39 سنة. إبراموفيتش نجح النهاردة أنه يحرز هدفين لفريق آيسي ميلان في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي الممتاز أمام بولونيا. إبراموفيتش يعتبر معجزة القرن، لأنه قدر أنه يحقق إنجازات رائعة مع العديد من الأندية. لسه مازال 39 سنة بس لسه بيحقق أرقام قياسية الحقيقة، زي ما قلنا لكم بيحتفل بعد أيام قليلة جدا ب 39 سنة. نروح نشوف التقرير ده، بعد التقرير نكمل البيت الكبير. أنا مثل بنيامين باتون، ولدت كبيرة وسأموت صغيرة، هي الكلمات التي علق بها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقب تسجيله هدفين في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي الممتاز بقميص فريقه إيسي ميلان أمام بولونيا. زلاتان الذي يحتفل بعد أيام قليلة بعامه 39 يواصل تحطيم وتحقيق الأرقام القياسية في مشواره الحافل، حيث سجل للموسم 23 على التوالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي مع مالمو السويدي وحتى الموسم الحالي. وللمرة الأولى يسجل زلاتان إبراهيموفيتش أكثر من هدف في المباريات الافتتاحية خلال مشواره مع أندية الدوري الإيطالي الممتاز، كما أنه اشترك ب16 هدفاً في 16 مباراة افتتاحية للموسم في مسيرته في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل 12 وصنع 4 أهداف. إبراهيموفيتش قال عقب هدفيه في مرمى بولونيا:
أحب تحمل المسؤولية، الضغط الأكبر يأتي من داخلي، لا أحب أحد أن يتكلم عن سني، بل أن يكون الحكم على الجميع بنفس المعيار. إبراهيموفيتش وصل إلى الهدف رقم 134 في 238 مباراة بالدوري الإيطالي الممتاز، فهل يواصل التسجيل هذا الموسم ويكسر كل الأرقام القياسية؟ نفس السؤال بيسأله طبعا كل جماهير الميلان، هل يستمر إبراهيموفيتش في تحطيم الأرقام القياسية؟ كان مفاجأة كبيرة جدا، مش مفاجأة كبيرة، لكن يعني وصوله لسن 39 سنة وبيسجل هدفين في بداية افتتاحات السيريا آ، كل معشاق الميلان أكيد سعداء بهذا التهديف وبمستوى إبراهيموفيتش. جه معنا دلوقتي مع الفقرة المميزة وأسطورة الأهلوية. نجمنا النهاردة هو النجم الحارس الفلسطيني مروان كنفاني، ده طبعا حارس كبير جدا جدا جدا، سيطر بشكل كبير أو كتب يعني سطور تاريخه وتاريخ كبير مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى. دايما مركز حراسة المرمى النادي الأهلي عنده يعني نجوم كبار جدا جدا جدا، يعني ده من أحد الأساطير يا سهام اللي يعني حراسة المرمى وعمل تاريخ كبير جدا يعني في خلال مسيرته مع النادي الأهلي. صحيح، والأبرز الحقيقة طبعا جيل تاريخ الأهلي في العديد من الأساطير، وكل جيل الحقيقة بيسلم الراية للجيل اللي بعده. صحيح، ده حقيقي. هنروح دلوقتي نشوف التقرير، بعد التقرير فاصل، بعد الفاصل لقاء مميز جدا مع الناقد الرياضي عمر البنوبي وكابتن هاني رمزي. تفضل. سطر تاريخا كبيرا مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، جعله أحد أهم اللاعبين في جيله. حارس المرمى الفلسطيني العملاق مروان كنفاني. لعب كنفاني في صفوف الأهلي السوري بدمشق ومنتخب المدارس ومنتخب سوريا خلال الوحدة العربية، ثم التحق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية. وأثناء مواجهات كروية مع الجيش الثاني المصري تم اكتشافه من مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا التعاقد معه. انضم كنفاني للأهلي عام 1961 وسط كوكبة من الأساطير على رأسهم صالح سليم وفاروق الضضوي وميم الشربيني ومحمود الجهري وطه إسماعيل. مروان الذي تألق في مركز حراسة المرمى لم ينسى أبدا طلب والده باستكمال مشواره الدراسي، مما ساعده بعد نهاية مشواره الكروي على الاتجاه للعمل السياسي والكفاح من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ورغم تألق مروان كنفاني وزوده عن مرمى الأهلي مواسم عديدة، يبقى موسم عام 1960-1961 أحد أبرز مواسمه على الإطلاق، والذي كان سببا رئيسا في جمع كل البطولات التي شارك فيها النادي، بدءا من بطولة الدوري العام ثم بطولة كأس مصر ثم كأس الوحدة بين مصر وسوريا. أهلا بحضراتكم. الفقرة الثانية من البيت الكبير يوم الثلاث دايما مستنينها، يعني فقرة ليها طابع خاص وإطار خاص، بنتكلم كلام خارج الصندوق، بنتكلم مع نجم في مجاله الناقد الكبير عمر البنوبي. بنرحب بيك وتشرفنا دايما يوم الثلاث يا عمر. وأولا عايز أشكرك على الحلقتين اللي عملناهم الأسبوعين اللي فاتوا، لأن فعلا ردود الأفعال كانت رائعة، اتكلمنا كلام مهم جدا والناس عندها تفاعل وعايزة كمان تعرف، ونتكلم على المحترفين المصريين خلال تاريخ مصر الكبير اللي فات. فأنا بشكرك وأكيد مستنيين الكتير، وإن شاء الله نبدأ بقى من النهاردة ونتكلم كمان على قصة كفاح وقصة احتراف أحد اللاعبين المصريين خارج مصر. كابتن هاني، أولا بشكر حضرتك وقناة النادي الأهلي طبعا والبيت الكبير على الفرصة اللي احنا واخدينها عشان نقدم ده طبعا، وده ما كانش هيتم غير في وجود قناة النادي الأهلي من الإدارة بتاعتها، إدارة النادي كمان، وجود حضرتك كمان كأسطورة من أساطير النادي وأساطير الكرة المصرية. ربنا يخليك. هتكلمنا النهاردة أكيد عن أسطورة كلنا بنحبها،
بصراحة. ده أكيد. يعني كلنا بنحبها وكلنا بالنسبة لنا رمز من رموز النادي الأهلي اللي على مر الأجيال بنبص له حتى على مستوى خلينا الإدارة، وأنت كمان هتكلمنا على المستوى كمان الفني وإزاي كان ليه تاريخ في عملية احترافه خارج مصر. يمكن الأسطورة المايسترو كابتن صالح سليم الله يرحمه من اللعيبة اللي هم الأفذاذ في تاريخ الكرة المصرية، مش بس كمان في تاريخ النادي الأهلي، يمكن هو كان شخص استثنائي في كل شيء، حتى في رحلة احترافه نفسها كانت استثنائية ومختلفة. فكرة أنه من بعد كأس العالم 34 خرج إسماعيل رأفت، خرج أنور جميعي، ولو أن أنور جميعي برضو مالوش تاريخ في الكرة المصرية هنا لكن لعب في فرنسا، لكن من الثلاثينات لحد ما وصلنا سنة 63 مفيش لعيب مصري خرج احترف في أوروبا، مفيش لعيب مصري خرج في الفترة دي بالظبط. لكن بعد كده جه الكابتن صالح سليم بتجربة استثنائية شوية، انه خرج من النادي الاهلي كان ساعتها ظروف ان كان منتخب مصر مستواه كان تراجع شوية، هو كان شايف ان في ضغوط كتير عليه لانه كمان كان كابتن منتخب مصر في الوقت ده، حب يخرج من ضغوط الكرة المصرية كلها وياخد تجربة الاحتراف الاوروبي. الاحتراف الاوروبي جاله عن طريق فريدز، ده كان مدرب نادي الاهلي هنا في مصر ومدرب نمساوي، لما رجع النمسا درب نادي جراتس النمساوي، بعت خطاب لكابتن صالح سليم هنا في مصر وطلب منه ان هو يكون موجود معاه في جراتس. المفارقة هنا ممكن حاجة برضو الناس ما بتبصش عليها كتير، انه كابتن صالح سليم احترف وعنده كام سنة وبعد ما تخطى ال 30، بعد ما تخطى ال 30 انه لعيب يكون فت ويكون يعني عليه العين انه مدرب نمساوي بعد ما يسيب مصر يفكر انه يستعين بيه وهو تخطى ال 30، كان عنده 32 سنه تقريبا، عندهم تقييم بالنسبه لهم كل المعايير بيركزوا فيها والسن صحيح. رقم واحد حتى في تجديد العقود في الاستمرار الكلام ده كله. فتواجد كابتن صالح سليم بالفعل، راح مضى 4 شهور مع نادي جراتس في النمسا، استقبلوه، عملوا مؤتمر صحفي كبير اول ما وصل المطار، ابهرهم ان هو بيتكلم 4 لغات، يعني كانوا مش متخيلين ان يجي لعيب من مصر يكون بيتكلم 4 لغات، واجاده تامه يعني. وفي الوقت ده بدا مباشره لعب ماتشات وديه، ثم بدا الفريق كان في المركز الاخير، كان ظروفه صعبه جدا، كل كابتن صالح كان الفريق اصلا في المركز الاخير. مشيت الصوره اللي قدامنا دي يا عمر بالظبط، ده كابتن صالح مع فريق جراتس النمساوي. يعني كابتن صالح هو اول واحد على الشمال وقوفا، حتى شكله مميز، وقفته، جسمه، هو اقوى من كل اللعيبه يعني. بالظبط يعني. بالمناسبه كل اللي شافوا كابتن صالح في الملعب حكوا عنه، منهم الدكتور طه طوخي ربنا يديله الصحه، من شيوخ المدربين في مصر، وهو درب كابتن صالح كان اسعده الحظ في كده، واتكلم عن كابتن صالح لما اتكلمت معاه اكتر من مره، لا كان لعيب ستايل من اللعيبه اللي هم يلعبوا النهارده يبقوا برده نجوم ونجوم شباك. في احتراف كابتن صالح في جراتس، ودي صوره في الملعب كمان، دي اثناء الدوري النمساوي، بيسدد ضربه جزاء في او في هدف بيسجله، في كمان مباراه اعتقد قدام لاسك برده في صوره منها. الحقيقه الفتره دي المفارقه هنا انه 4 شهور، في ال4 شهور يقدر انه ياخد الفريق من المركز الاخير لانه يوصل للمربع الذهبي ينافس عليه ويفنش الدوري في المركز السادس. ازاي ده حصل؟ 8 ماتشات اللي لعبهم كابتن صالح، 7 ماتشات فوز، طول ما هو في الملعب بيسجل اهداف، بيصنع اهداف، في ماتش بيسجل فيه هاتريك، في ماتش بيسجل اهداف وبيصنع سجل أهداف. هاتريك يعني. في مباريات تالق كبير يا عمر، كبير بعد جداً. يعني السن انت بتتكلم، راح مثلا واحد فوق ال 30، كان عنده تقريبا 32 سنه 32 سنه انه بيروح، وزي ما انت بتقول ظروف الفريق ظروف سيئه جدا، انه بيتميز وبيروح وبيسجل وبيعمل هاتريك، ويعني ده كمان جديد على لو اتكلمت على تاريخ المحترفين بقى ككل. بالتأكيد. يعني مفيش هذا السن واحد، ابراموفيتش يعني لسه جايب جون النهارده، لكن نتكلم على كابتن صالح سليم سنه 63 63. عايز اقول لحضرتك انه المباراه الوحيده اللي خسرها جراتس كان كابتن صالح اصيب فيها وخرج من الملعب، لكن ال8 ماتشات 7 فوز وهي الهزيمه الوحيده عشان اصيب في المباراه دي وخرج، وقدر انه يفنش معاهم الدوري في المركز السادس، لدرجه انه كمان يعني فريدز عرض عليه ان هو يجدد، كان راح فتره يعني اجازه بين الموسمين في ايطاليا، لكن فوجئ وقتها ان النادي الاهلي بعت له خطاب وطلب منه انه يرجع، لان برده كان مستوى فريق الكوره في النادي الاهلي في السنه دي قل شويه، خسر قدام الترسانه في دوره رباعيه لتحديد بطل الدوري 2-0. ولما رجع كابتن صالح رجعت الحكايه تاني يعني نقول للاحسن ونقول المستوى بتاع النادي الاهلي رجع. هو الفكره كمان انه قيل في هذه الفتره ان هو تلقى عروض فعليه من الدوري الايطالي كمان، لان هو كان بيجيد الايطاليه بالمناسبه، وكان متواجد
وعرض عليه ان هو كابتن صالح كان بيتكلم طبعا انجليزي وايطالي وفرنساوي اعتقد كمان وكمان لو الماني لان والماني لانه على فكره بالمناسبه هو يعني فضلت علاقاته ممتده حتى بعد الاعتزال وبعد تولي رئاسه النادي الاهلي. في وقعه شهيره لما جه كابتن عبد الستار صبري يحترف وكان المفروض هيلعب للنادي الاهلي فطلع عن طريق العلاقه الصداقه القويه بين كابتن صالح وقتها ورئيس نادي تيرول النمساوي وقتها بالظبط وقدر ان هو يوفر له انه يلعب في اوروبا. وبعدها حتى كابتن عبد الستار لما اتصل بكابتن صالح وقال له انا حابب اكمل وهم عارضين عليا قال له انت شايف كده يبقى تكمل حق النادي الاهلي هياخده لانك ماضي عقود للنادي الاهلي وسابه يكمل. وهي دي عظمه بقى النادي الاهلي في موقف الموقف الاداري اللي هو مش هيقول له لا انت ماضي معايا عقد لا. وكابتن عبد الستار الحقيقه حكاها لي في فترة كنت بأرخ فترة احترافه برضو ضمن الرحلة اللي أرختها للمحترفين حكالي الموقف ده قال لي أكتر شخصية شفتها يتصنف سوبر جنتلمان في تعاملاته قال لي أنا بقول له أنا عايز أكمل في النمسا قال لي لو ده قرارك خلاص تجيب رئيس النادي وتجيلي تاني يوم إنه ماضي مع النادي الأهلي ماضي عقود لكن كابتن صالح صمم إن حق النادي الأهلي ياخده وصمم إن تيرول يدفع فلوس للنادي الأهلي مقابل عقود عبد الستار صبري. وبعد كده تمنى له التوفيق بل بالعكس هو كمان حفظ له حقه مع نادي تيرول وقتها قال له قال لرئيس نادي تيرول اعتبر إن عبد الستار ده ابني هنا لابد إن أنتوا تقدروه ماديا كويس. ويعني عبد الستار صبري لما بيحكي الحكاية دي هو بيحكيها بفخر وبيبقى مبسوط جدا موقف يعني موقف وما اعتقدش انه يتكرر دلوقتي يعني في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي يا عمر رفع عرضك ما تفتحش الموضوع صعب الموضوع لا طبعا مفتقدين السلوك دوت مفتقدين الاخلاقيات ديت ومفتقدين الاحترام دوت يا عمر بصراحه في الاجواء يعني ده شيء زي ما انت بتقوله كده. والناس لما بتسمع الناس بتحس وطبيعي جدا بتحصل مقارنه طب ايه اللي حصل يعني احنا كنا فين وبقينا فين. دي عمليه صعبه جدا هنتكلم فيها طبعا معاك وبرضه تشرح لنا بعض الظروف اللي مرينا بيها. لكن عندي اسم يوسف راضي. يوسف راضي ده حكايته ده بعد كابتن صالح على طول ولا لا بكتير ده بكتير. في الثمانينات على فكره الكره المصريه بعد كابتن صالح ما قدمتش محترفين خالص. وده علامه كابتن صالح رجع امتى؟ رجع في نفس السنه 63 63 هو راح ابريل 63 يعني هو خلص الموسم رجع نص موسم بالظبط نص موسم ورجع. هي الحقيقه في علامه استفهام كبيره انه ازاي المنتخب المصري والكره المصريه ما قدمتش لعيبه لاوروبا في الوقت ده في حين انه بدات وقتها في السبعينات والثمانينات يطلع لعيبه من شمال افريقيا من تونس الجزائر والمغرب صحيح. بداوا يروحوا اوروبا. طبعا في عوامل كتير ومنها عوامل اللغه وغيره والتاقلم. لكن هي يوسف راضي هي حكايه غريبه شويه انه يوسف راضي ده لعيب مولود في القاهره يوسف اسمه يوسف رمزي عبد الحليم راضي وده سافر سويسرا وهو طفل صغير مع اسرته وبدا كوره في نادي سيرفيت جنيف السويسري سيرفيت ولعب معاهم من الناشئين وتصعد للفيرست تيم تصعد عليهم هما بيكسبوا الدوري كسب الدوري السويسري معاهم اتحسب له. بعد كده لعب معاهم وكان في جيل الحقيقه كان دي صورته دي صورته ده يوسف ده يوسف الحقيقه في السيرفيت انه بيلعب مع جيل اعتقد ان هو من افضل الاجيال في تاريخ النادي ده. كان معاه لوسيان فافر اللي بيدرب دورتموند دلوقتي كان بيلعب معاه في الملعب طبعا. كان معاه الان جيجر كمان وكان معاه مصطفى يغشى نجم منتخب المغرب دفاع خط الدفاع منتخب المغرب في الوقت ده. كان معاه ميشيل دو كاستال جه هنا مصر ودرب في نادي الزمالك فتره يعني جيل كان قوي جدا خد الدوري وخد الكاس ولعب يوفا كاب. دي المفاجاه انه لعب يوفا كاب نسختين ورا بعض 81 و 82 منهم ماتش كان قدام سوشال الفرنسي وماتش تاني كان قدام فرقه من بولندا وكمل في الدوري السويسري ولعب ليونج بويز كسب معاهم الدوري وكسب معاهم الكاس يعني لعب ماتشات كتير وتخطى ال 100 مباراه بالمناسبه يعني برضه فتره نشاطه من 80 لحد 88 لعب تقريبا اكتر من 100 مباراه في الدوري السويسري بخلاف مباريات الكاس وبطوله اليويفا كاب. والحقيقه للاسف يوسف راضي هو ما لعبش في مصر طبعا وكمان ما انضمش لمنتخب مصر يعني كل التاريخ ده ما انضمش يعني ما نعرفش عنه حاجه هنا في مصر ولم يكتب عنه حرف في الصحافه المصريه. يعني عايز اقول لحضرتك تجربه اغرب من الخيال بس يعني تعرفنا قيمه السوشيال ميديا دلوقتي. لا لو كان موجود ايام السوشيال ميديا لكن كمان علامه استفهام من رغم انت بتتكلم على ارقام كبيره جدا يمكن علشان ما عادش في مصر يمكن علشان عاش حياته كلها بره وبالتالي اتحسب اكنه سويسري. كمان اعتزل الكوره 88 واختفى عن المجال تماما
خالص. رافض انه حتى يعني حتى مباريات اساطير يونج بويز او السيرفات ما بيحضرهاش، ما بيتواجدش في اي حاجه. حاولت اعمل معاه انترفيو، تواصلت مع اولاده وتواصلت مع اصحابه، رافض تماما تماما انه يظهر او يتكلم عن الكوره. هو محامي وعايش في جنيف لحد النهارده، لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي موجود في جنيف، بس خلاص هو اتجه، لكن ما بيفكرش في الكوره دلوقتي نهائي. يمكن انا قابلت ده في اللعيبه السويسريين لكن كان بالنسبه لي كان نفسي يعمل معايا ايجنت. ما هو دلوقتي انت طالما انت محامي في اوروبا بيبقى من حقك تشتغل، لان التاريخ اللي انت بتتكلم عليه وعدد المباريات والبطولات كمان ده كان اعتقد كان الكارير انه يغير الكارير 180 درجه، انه كمان ما يعني خرج بره النطاق خالص بره الكوره، فده ده شيء صعب شويه. احنا بنحاول طبعا نجيب يعني احد اصدقائه معانا او احد الناس اللي لعبوا معاه، وبنحاول نتواصل معاه عشان كمان يشرح لنا القصه ايه، لان انت بتتكلم على قصه يعني دي الصوره قدامنا يمكن بعد ما كبر صورته في وسط الصوره هو كبير بالظبط، يعني يمكن الشكل ما اتغيرش قوي، الشعر ابيض، لكن هو الحقيقه كان لعيب. لما سالت جيجر عنه وسالت كابتن مصطفى يغشى عنه في سيرفات ان هم قيموه فنيا ازاي، كانوا بيشوفوه في الملعب ازاي، هو كان ضئيل في البنيان الجسماني لكن كان لعيب سريع جدا، كان لعيب مهاري، كان لعيب بيقدر عنده حلول، ممكن يعمل الحاجه اللي ما تتوقعهاش في الملعب. يعني اعتقد انه الموضوع نفسه بالنسبه لي كان مثير للاهتمام قوي، انه زي في لعيب مولود في مصر ومصري معاه جنسيه مصريه. يعني حتى هو على لو دخلت على المواقع اللي بتارخ للكارير بتاع اللعيبه مكتوب انه مولود في القاهره واسمه يوسف رمزي عبد الحليم رادي، مش حتى يعني يوسف رمزي يعني ممكن يكون قريب كابتن هاني رمزي بس احنا ما نعرفش. لا بس يعني اعتقد ناس كتير ما تعرفش الاسم دوت، وناس كتير اول مره تعرف تاريخ اللاعب دوت، فده شيء يحسب لك اولا عمر، لان انت كمان بتجيب من المصدر. يعني خلينا نتكلم مع احد الناس اللي كان من نجم الكره التونسيه السابق، طبعا الكابتن منجي بن ابراهيم. ده واحد طبعا يا جماعه من اساطير الكره التونسيه، صاحب رحله طويله جدا في الدوري السويسري، لعب مع سيون ولعب مع يانج بويز ولعب كمان مع يوسف رادي اللي بنحكي عليه. كابتن بنرحب بيك على شاشه النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي والبيت الكبير يا كابتن، اهلا بيك. كابتن مونجي حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشني. الحمد لله كله بخير، كله تمام والله الحمد لله. شكرا، تحيه لجماهير الاهلي وتحيه للشعب المصري. اهلا بيك معانا، منورنا في البيت الكبير. وكنا بنتكلم على يوسف رادي. يوسف رادي طبعا انت لعبت معاه ولعبت ضده، يعني طبعا عمر بيتكلم على تاريخ هايل جدا، لعيب مميز جدا، تحب تفكرنا انت كمان بيه وتقول عليه ايه؟ انا معنيش المكالمه هاتفيه معي كويس، مش باين. لا كنا بنتكلم بقول لك على يوسف رادي. يوسف رادي انت اكيد لعبت معاه ولعبت ضده هناك في الدوري السويسري، انت شايف شكله ايه في الملعب؟ مهاراته كانت عامله ازاي؟ ما نسمعش فيك كويس راو، ثم تدخلات في الهاتف. طيب انا هستأذنك، هنقفل ونحاول نكلمك مره تانية يكون الخط افضل يعني. طبعا دول من الاساطير الكره التونسيه، يعني لعيب مميز جدا. كابتن مونجي بن ابراهيم يعني لعب مع سيون وكان مهاجم مميز جدا، ويعني الحقيقه له تاريخ في الكره السويسريه لانه قضى عمره تقريبا بيلعب في الدوري السويسري. يمكن هو ما لعبش غير المنتخب تونس فتره قليله، لكن يعني اعتبر ان هو فتح الباب للعيبه التوانسه في الكره السويسريه، لان هو بدا مشواره اصلا في سويسرا، يعني هو بدا احتراف الكوره في سويسرا، والحقيقه هو فضل كمان يرجع بعد كده تونس ويكمل حياته هناك، وعمل ملعب وبيشتغل في نشاط كره القدم. الحقيقه كمان هو من الناس اللي بتقدر النادي الاهلي قوي، كابتن مونجي بن ابراهيم واضح كمان بيحب النادي الاهلي جدا جدا يعني. والحقيقه هو لما اتكلمت معاه قبل كده كمان عن وجود علي معلول اتكلم بشكل هايل جدا، هو بيقدر النادي الاهلي قوي. يعني بنحاول يعني الاعداد بيحاول يجيبوا التليفون تاني لانه كان مهم ان احنا نتكلم معاه، لكن خلينا نتكلم على جزء وعلى مثلا جزء يخص بالدوري الانجليزي. يعني الدوري الانجليزي انطلق بشكل انت شايف فيه مفاجآت في النتائج، او شايف ان بداية الدوري بتنم ان خلاص هتبقى فيه مفاجآت. انا عن نفسي يعني معجب جدا بايفرتون. ايفرتون بيعمل مع انشيلوتي بيعمل مباراتين
على شكل اختلف تماما عن السنه اللي فاتت تماما يا عمر. حتى مع انشيلوتي نفسه مع التعاقدات الجديده الوضع اختلف قوي. صحيح. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن هاني انه البريمير ليج السنه دي اعتقد انه لا في مفاجات. في مفاجات لانه كل الفرق تقريبا عامله تعاقدات قويه جدا. الموسم كمان مش سهل. اعتقد كمان انه لو بنتكلم على انشيلوتي واللي عمله مع ايفرتون, لو شفنا خورخي مينديز مع سانتو نونو سانتو في ولفرهامبتون عاملين فرقه شكلها ايه. المدرب نفسه خلاص اخذ خبره كبيره جدا بالدوري الانجليزي, بيقدر يلعب الكبار وبيقدر يجمع النقاط بدري جدا. صحيح. في الموسم وده مهم. اعتقد كمان انه وجود بقى صلاح في ليفربول ومعاه فريق قوي جدا, صفقه الكانتارا من بايرن ميونخ لليفربول كانت مفاجاه كبيره برضو. بينزل يلعب من اول ماتش الحقيقه بيأدي عامل تقريبا 80 تمريره في المباراه دي في شوط واحد. اعتقد انه كمان لو شفنا كمان كريستال بالاس ظاهره بصراحه. كنت انا يعني السؤال ده كنت اجي لك ان روي هوتسون من طبعا احد المدربين اللي دربوني انا علاقه لغايه دلوقتي, وعلى فكره لسه بعت له التهنئه على المشوار, فقال لي طبعا بشكرك يا هاني لكن احنا كمان عارفين ان المشوار لسه طويل والصعب جاي, لكن كبدايه جيده جدا جدا. يعني هو الحقيقه برضو روي هودسون من قصص الكفاح العظيمه في تاريخ الكوره. ما كانش لعيب توب ليفل, كان بيلعب في الناشئين في كريستال بالاس, ما صعدش فريق اول. النهارده بعد 44 سنه تدريب بيدرب الفريق اللي بدا فيه. صحيح. وهو من فطاحل التدريب على مستوى العالم. هي الفكره كلها انه خبره روي هودسون في تكوين فريق كريستال بالاس والحفاظ على قوامه الاساسي, اعتماده على ويلفريد زاها, وويلفريد زاها من اللعيبه اللي مش سهل يتسيطر عليها, انه يكون طبعا موجود ومسيطر عليه وبيخليه يؤدي الاداء ده. يقدر انه بسهوله يكسب ساوثامبتون في اول مباراه, يكسب مانشستر يونايتد بسهوله جدا في المباراه الثانيه, قدر انه يسيطر على رتم المباراه دي. اعتقد انه مش مفاجاه بالنسبه لي ان روي هودسون يعمل ده مع كريستال بالاس, لكن هي المفاجاه انه مانشستر يقع, ساوثامبتون يقع في اول ماتشين قدام كريستال. صحيح. طيب بمناسبة طبعا الدوري الإنجليزي, وكنا قبل كده بنتكلم على الدوري السويسري, معانا نجم على مستوى الدوري السويسري وكان قائد منتخب سويسرا وكان عنده طبعا خبرة كبيرة في توتنهام, ويعني خلال الدوري الإنجليزي عاش فيه فترات طويلة جدا, معانا طبعا على سكايب رامون فيجا. طبعا بنرحب بيك رامون, أهلا بيك هنا في مصر وفي بيت النادي الأهلي في البيت الكبير. عليكم السلام هاني رامسي, how are you my friend؟ كيف حالك صديقي؟ اهلا بيك, اهلا بيك, اهلا. طبعا انا سعيد على المستوى الشخصي انك تكون موجود معايا على شاشه قناه النادي الاهلي, كمان عمر من اصدقائك ومن اصدقائي بيرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي يا رامي. answer to the group. الصوت مش واصل. طيب الخط قطع, هنتواصل معاه مره تانية. لكن زي ما بنقول برضو رامون من الخبرات الكبيره, كان كابتن منتخب سويسرا ولعب في توتنهام, من اللعيبه المميزه جدا جدا. يعني يمكن رامون فيجا من اوائل اللعيبه السويسريين اللي يقتحموا البريمير ليج ويكون بيأدي ويوصل انه ينال ثقه كل المدربين اللي دربوه. لعب لتوتنهام فتره طويله, خد معاهم بطوله الليج كاب, وكان معاه جيل, كان معاه كلينسمان في الفرقه, كانت فرقه تقيله, كان معاه سول كامبل, كانوا فرقه, كان معايا نوالكر في حراسه المرمى برده, كان حارس مرمى منتخب انجلترا. فيعني اعتقد راجع الصوت تاني رامون. Yes. رامون بنرحب بيك مره تانيه. Yes, I can hear you. نعم اسمعك جيدا, تفضل رامون. كلمنا بصفتك طبعا قائد المنتخب السويسري ولاعب من اللعيبه المهمه اللي لعبوا لتوتنهام, رايك ايه في توتنهام السنه دي مع بدايه الدوري الانجليزي ورؤيه شامله عن بدايه الدوري الانجليزي البريمير ليج السنه دي؟ في البدايه أود أن أؤكد أن الظروف غير معتادة بسبب ظروف الكورونا, فقد عطلت الكثير من الأنشطة
ولم يكن لدينا استعدادات كافية من حيث الاستعدادات الفنية، فلم يبدأ جيدا، لم تكن هناك مباريات جيدة، ولكن مباراة ساوثهامبتون كانت توتنهام مختلف تماما، خاصة بعد الإعلان عن عودة جاريث بيل، وهم لاعبين مميزين، وهم مميزين من وجهة نظري على الأقل، فسيكون لديهم فرصة جيدة. عودة جاريث بيل طبعا من مدريد لتوتنهام وعلاقته مع مورينيو، حضرتك شايف برضو من نظرتك الفنية مورينيو رايح مع توتنهام فين، وهل عودة جاريث بيل إلى توتنهام تعتبر إضافة قوية، أو ممكن يحصل بعض المشاكل داخل الغرف يعني الدريسنج روم، وتكون عودة جاريث بيل تكون يعني غير صالحة حتى على مستوى الشخص بالنسبة لمورينيو؟ أعتقد على العكس تماما، جاريث بيل هو شخص مميز جدا بالنسبة لمورينيو، فهو يلعب بأسلوب دفاعي ومنظم، ويفضل أن يكون فريقه مميز ويلعب بطريقة دفاعية وبقوة، وأعتقد أن جاريث بيل سيكون إضافة قيمة جدا للفريق، وسيكون ذلك إضافة وسيؤثر بصورة إيجابية في الفريق، وأعتقد أن العلاقة ستكون جيدة جدا بالنسبة لمورينيو، وسيكون هناك نظام جديد لمورينيو، لأن عليه أن يغير الآن، عليه أن يغير طريقة اللعب التي كان يلعب بها في تشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، فلم يكن نظامه أو أسلوبه جيد، وكان هناك إمكانيات أخرى كان يمكن أن يستغلها. ده على مستوى توتنهام، أكيد متابع نجمنا الكبير محمد صلاح في ليفربول، أكيد على المستوى الفني، وكمان متابع ليفربول كفريق، يعني أعتقد حقق نجاحات كبيرة جدا جدا السنة اللي فاتت، شايف منافسات ليفربول السنة دي، هل أيضا سيستمر في هذه النجاحات، أم هيكون في بعض الفرق المنافسة ليه ومنافسة بشدة؟ ليفربول الآن هم الذين سيتم اصطيادهم، الجميع يريد أن يكسب ليفربول، وأعتقد أن ليفربول أعطى إشارة قوية جدا في المباراة الأولى، وإحراز هذه الأهداف في بداية المباراة من محمد صلاح، فهو من أفضل الهدافين في العالم في هذه المرحلة، ولاعب مثل محمد صلاح هو حلم بالنسبة لأي فريق، وأعتقد أن ليفربول الآن مؤهل لكسب المباريات، وأعتقد أن هذا العام قد يكون هناك منافسين، قد أعتقد أن هناك سيكون بعض المنافسين لليفربول، ولكن الآن ليفربول فريق قوي الآن. ده على مستوى ليفربول والبطل، على مستوى القادمون من الشامبينشيب، عندنا ليدز بيحقق في اعتقادي عمل شكل جيد جدا مع بداية البريمير ليج مع مدرب داهية المدرب الأرجنتيني، شايف انطلاقة ليدز في أول أسبوعين في البريمير ليج شكلها إزاي؟ أعتقد أن ليدز يونايتد هو أحرز أهداف كبيرة جدا وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني، ومن حيث التكنيك والتكتيك فهو ماهر إلى أقصى درجة، والطريقة التي كون بها فريق ليدز يونايتد، فهناك منافسة شديدة جدا في هذا الدوري، فالجميع يريد أن يذهب إلى هذا الدوري، وهو هام جدا بالنسبة لهم، والمنافسة شرسة جدا وهامة جدا، وتظهر المهارات، وهو صعب للغاية، وأن يكون هذا الفريق فهو تحقيق أهداف كبيرة جدا، وليدز يونايتد بالفعل
جعل ليفربول يعمل ويتسبب عرقا في هذا اليوم. ليدز يونايتد ضد ليفربول جعل المهمة صعبة بالنسبة لليفربول، فأعتقد أن ليدز يونايتد قد تكون مفاجأة هذا العام، لا أحد يدري. على سبيل البطولات، وطبعا بايلر صديقك وصديق الملاعب في المنتخب السويسري، وكمان سيزا زملائك في المنتخب السويسري بيحققوا بطولة الدوري العام مع النادي الأهلي، وفي انتظار إن شاء الله بطولة الشامبيونشيب الأفريقية على المستوى الأفريقي إن شاء الله. تقول لأصدقائك بايلر وسيزا إيه من خلال هنا البيت الكبير في النادي الأهلي؟ مبروك للنادي الأهلي، فهذا إنجاز هائل وعظيم، فهم حققوا أهداف كبيرة جدا مع نادي كبير جدا في أفريقيا، وليس فقط في مصر ولكن في كل بقاع العالم. فأعتقد أن النادي الأهلي هو قطب من أقطاب أفريقيا، فهو يمثل المهارة ولديه جميع المكونات والعناصر التي تؤهله للفوز، فهو إنجاز كبير جدا لهما. والبطولة الأفريقية هامة جدا أيضا لأنهم يلعبون على التأهل ليكونوا الفريق الأفضل، وأعتقد أن الأهلي لديه كل العناصر المؤهلة ليحققوا هذا الإنجاز، وسيسعده جماهير الأهلي في ظل ظروف فيروس كورونا. فأعتقد أنه ليس من السهل، ولكن أعتقد أنه تجاوز كافة هذه الصعوبات في ظل هذه الظروف الصعبة، ومع ذلك استطاعوا أن يحرزوا هذه الأهداف ويكسبوا هذه المباهرات. وأود أن أشكرهم شكرا جزيلا وأقول لهم أحسنتم. احنا اللي بنقول لك شكرا جزيلا رامون، طبعا قائد المنتخب السويسري وتوتنهام، شكرا جزيلا على وجودك معانا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي، وان شاء الله نتواصل كمان معاك عشان تقول لهم مبروك على الشامبيونز ليج الافريقي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. رامون شكرا جزيلا لوجودك معانا، شخصيه محترمه وواضح جدا انه كمان بيحب النادي الاهلي، واضح ان يعني بيتكلم عن النادي الاهلي بكل فخر كمان. الراجل يعني الراجل بعيد، لكن هو بيتكلم عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي فعلا وصل للعالميه، وان النادي الاهلي فيه كل مقومات النجاح والحصول على بطوله. يعني رامون من اولا انه كان لعيب كبير جدا طبعا، بدايته حتى في جراس هوبرز في الدوري السويسري، كابتن منتخب سويسرا لفتره طويله، لعب يورو، لعب كاس عالم، يعني هو برضو من النجوم اللي لعبت بريمير ليج، لعب في ايطاليا في كالياري، لعب في سيلتيك الاسكتلندي، متعود على البطولات، عارف قيمه النادي الاهلي. أيوة. طبيعي كمان بيتابع النادي الاهلي، بنتكلم انا وهو كتير فيما يخص الاهلي وفايلر عامل ايه وسيزا، هو كمان لعب مع سيزا كمان فتره اطول جوه المنتخب ولهم ذكريات كتير. بيحكي لك بيقول لك ايه، هو كان يعني هو بيعتبر انه فايلر شخصيه استثنائيه، انه قدر بعد كاريره كلاعب انه يوصل يدرب اندرلاخت، ياخد بطوله الدوري، يوصل النادي الاهلي، هو عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا، فهو شايف ان هم بيخوضوا تجربه مختلفه على الكره السويسريه، هم بيعملوا اسم المدرب السويسري في قاره افريقيا مع النادي الاهلي في الفتره اللي هم موجودين فيها دلوقتي. وفي نفس الوقت كمان يعني هو عنده رؤيه اقتصاديه شويه، هو من الناس اللي شبه مسيطره على جانب كبير من البريمير ليج مع الانديه والاستثمارات، كان اعتقد ان هو كمان يعني كان على وشك امتلاك نادي بورتسموث الفتره اللي فاتت، بس ما اعرفش المفاوضات بتاعتهم وصلت لفين يعني. فهو له رؤيه دايما، بيتابع، بيحب يعرف الدنيا ماشيه ازاي. وانا اعتقد كمان ان هو يعني كلامه عن سيزا وعن فايلر وان هم يجيبوا بطوله افريقيا، ده معناه ان هو متابع كويس جدا. أكيد. ان هو بيقول انه خدوا الدوري بس افريقيا كمان اهم، وبيلعبوا دلوقتي على البطوله، فاعتقد ان هي رساله حتى العالم كله بيبص للنادي الاهلي، وده اهم شيء. ده مهم جدا ان كمان صوره النادي الاهلي هي موجوده في العالم كله، لكن كمان الحصول على البطوله الافريقيه. وزي ما بنتكلم ان اللعيبه بتفتح باب لبعض، يعني لبعض اللاعبين لانديه او لبلاد مختلفه، اعتقد كمان هو نفسه بيقول لك هو كمان ممكن جدا يفتح سوق للمدرب السويسري مش في مصر، انت بتتكلم لو طبعا فايلر محقق نجاحات وان شاء الله يستمر في هذه النجاحات،
وبيفتح باب لوجوده في القاره الافريقيه وحتى على القاره الاسيويه في الخليج والدول العربيه، فده كمان مهم جدا. ده بالتاكيد طبعا، وفي نفس الوقت يعني قيمه النادي الاهلي انه حتى لما جاب مدرب جابه واخد الدوري هنا. يعني لو جينا قارنا حتى في السن جروس وكريستيان جروس وريني فايلر، لكن جروس سنا كبير جدا كان عنده خبرات كبيره جدا، انما فايلر مدرب شاب لكن قدر انه بسهولة عشان موجود في النادي الأهلي مع فريق النادي الأهلي نكسب بطولة الدوري، يكسب سوبر، بينافس على بطولة دوري أبطال أفريقيا كمان. أعتقد أنه كمان فايلر المستقبل قدامه اللي يعمل أكتر من كده. الأجواء مختلفة، الأجواء اللي بتستقبل بيها المدرب والمدير الفني خاصة الأجنبي بتكون مختلفة تماما، وهو كمان بيحس بنوع من أنواع الاستقرار، عنده استقرار فني بشكل كبير جدا، ما فيش تدخلات بشكل كبير في شغله. ده كمان مهم جدا. جروس نصح فايلر اصلا لما فايلر اتكلم معاه، نصحه قبل ما ياخد التجربه، قال له طبعا تخوض تجربه النادي الاهلي، وهي دي قيمه الصوره بتاعه النادي الاهلي عند كل المدربين مش بس اللي بيشتغلوا فيه، حتى المدرب اللي ممكن يشتغل في انديه منافسه، هو بيجي شايف النادي الاهلي رقم واحد في المنظومه الكرويه هنا في مصر، في الاستقرار الاداري، في انه بيدي فرصه للمدرب انه يشتغل، انه بيوفر له كل شيء، هو ده الاهم. اعتقد انه المستقبل لفايلر مع النادي الاهلي هيكون كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق. خلينا افتح بقى من كمان معاك ونكمل في البريمير ليج شويه. يعني احنا اتكلمنا على ايفرتون واتكلمنا على توتنهام، كريستال بالاس وروي هوتسون بيعملوا، انت شايف استون فيلا طبعا موجود، طبعا اللعيبه بتاعتنا موجوده، وفي قريت خبر من اسبوع ان ممكن جدا تيرزيجيه ما يكونش موجود الفتره اللي جايه. يعني عايزين نتكلم على ده وعلى كمان حجازي مع وست بروميتش مباراتين بيخسرهم متزايل الدوري. يعني انا اعتقد انه نبدا بحجازي من الاخر. هو حجازي طبعا انا كنت اتكلمت معاه من 3 ايام، هو عنده اصابه خفيفه تاخد اسبوع تقريبا في ركبته، خبطه كده خفيفه في ركبته تاخد اسبوع، بعد كده هيرجع وهيكون جاهز انه يكون يشارك مع الفريق. اعتقد انه ويست بروميتش محتاج احمد حجازي في الفتره دي، لان خط دفاعه حقيقه ظهر بشكل سيء في المباراتين اللي فاتوا، واعتقد كمان انه سلافن بيليتش ما عندوش حل تاني غير انه يبتدي يغير بدري، لانه اللي بيفقد نقط بدري ده تحصل له مشكله. يعني انا افتكر لما كان لسه ذا ويست بروميتش لسه صاعد، لما كان هال سيتي لسه صاعد، اول حاجه قالها لنا ستيف بروس، قال انا بشتغل على 30 نقطه لازم احصلهم قبل نص الدور الثاني، وعارف هو ياخدهم من فرق ايه، بيبقى مذاكر عارف ان النقط دي هياخدها يعني من فرق كذا كذا كذا، قدامه عدد نقط معينه وعارف هياخدهم ازاي وامتى يعني. وامتى، لانه قال بعد ال 30 نقطه هلعب باريحيه اقعد في الدوري، هو ده هدفي. فلازم ويست بروميتش يتعامل كده، سلافن بيليتش لازم يعني يغير سياسته شويه، انك تفقد نقط بدري ويبتدي فريقك يفقد الثقه بدري ده غلط، مشكله، لان انت لازم تبقى عامل تارجت بالنسبه لك طبعا، وبتحاول ان انت تجمعه، لانه كل فريق اهدافه مختلفه. صحيح. انت هدف انك تقعد في البريمير ليج، لان انت نزلت ولسه طالع، فلازم تقعد، عشان تقعد لازم تجمع نقط وتجمعهم بدري، لان كمان الصراع بعد كده بيبقى صعب قوي. طبيعي. نخش على استون فيلا والمحمدي وتريزيجيه. استون فيلا تجربه بتفكرني بهال سيتي طبعا، المستثمر مصري انه نصيف ساويرس هو الاونر، وفي نفس الوقت وجود اثنين لعيبه مصريين انه احمد المحمدي وصاحب خبره كبيره في البريمير ليج وفي الكره الانجليزيه عموما. صحيح. في الوقت الحالي بنتكلم في لعيب اكتر من 10 سنين 11 سنه دلوقتي في البريمير ليج، وما بين الشامبيونشيب والبريمير ليج، وصعد 3 مرات، ودي مش حاجه سهله انك تصعد بفرقه من تحت 3 مرات، مرتين مع هال، حجازي مره واحده صعد لا بريمير ليج وراح بريمير ليج وبعد كده نزل وصعد بالظبط، انما محمدي راح بريمير ليج صعد مرتين بهال وصعد مره باستون فيلا، وقعد فتره طويله في هال سيتي، وقعد فتره طويله جدا في هال سيتي، لدرجه انه كان كابتن الفريق بالمناسبه. صحيح. يعني هو من اللعيبه التاريخيين لنادي هال سيتي، وهيذكر اسمه في تاريخ هال سيتي حتى لو بعد 100 سنه. صحيح. بصراحه انه كان كابتن الفريق في اول مشاركه، والمشاركه الوحيده الاوروبيه في تاريخ النادي. اعتقد انه المحمدي لا عمل مشوار كبير في انجلترا، خد خبره. تريزيجيه هو ابن النادي الاهلي، ادى في البري سيزون بشكل هايل، يعني مع استون فيلا طول الفتره بتاعه الاعداد كان متالق، شارك كمان سبب الصعود، يعني مش هقول سبب الوحيد لكن كان سبب قوي جدا في البقاء، في البقاء دي حقيقة. يعني اخر اسبوع تقريبا، اخر 3 4 اسابيع هو اللي بيسجل الاهداف. صحيح. هو اللي بيحسم المباريات. عنده ثبات وعنده شخصيه وده مهم. يمكن مشوار تريزيجيه اصلا مع الاحتراف هو المشوار النموذجي اللي تقدر تتكلم عليه. كان قدري جدا، لانه الايجنت بتاعه في الاول ما كانش، ما اعتقدش انه كان مساعده، لكن انه بيبتدي من اندرلاخت اللي يروح في موسكرون، بعد كده يروح تركيا بيتالق هناك، انه بعد كده يروح بريمير ليج،
هنا هو خد الخبرات اللي كانت ناقصه، ما يروحش بريمير ليج دايركت يبتدي يقع ينزل لتحت ينزل لفرقه اقل او يرجع مصر وبعد كده ما يبقاش عارف هو هيعمل ايه. لا بس هو فتره من الفترات كان لازم يروح دوري اقوى شويه يعني. تريزيجيه كان ممكن ما اقولكش يطلع على طول على البريمير ليج، الخطوه كانت هتبقى صعبه عليه شويه، لكن كان في وقت من الاوقات يروح الدوري الايطالي، كان قريب من الانتر على فكره، هو حكى لي قال لي كان قريب جدا من الانتر، لكن طبعا في بعض مشاكل الايجنت يعني والتعاقد معاه عطله شويه. فانا شايف تجربته مع يعني استون فيلا كمان هتفتح باب لانديه تانية كمان كبيره على المستوى الاعلى او الليفل الاعلى انها ممكن تتعاقد معاه بشكل كبير. انا اتمنى ان هو دايما يركز في فكره انه الخطوه اللي بعد كده تكون خطوه اقوى من اللي قبلها، هو ده الاهم. في نفس الوقت هو عمل سمعه جيده جدا مع استون فيلا، الجماهير بتحبه جدا وبتقدره على المستوى الفني، هو قدم اداء هايل في السيزون في اخر حتى 4-5 أسابيع. ممكن دينيس ميث شويه المدرب بتاعه مش العبقري شويه، وبرده مش المدرب المجنون، هو مدرب كلاسيكي بحت يعني، دينيس ميث هو بيشتغل كده، فممكن ده اثر عليه شويه. لكن هو السنه دي بادئ من اول مباراه موجود بيكسبوا وبياخدوا 3 نقط، ده مهم جدا من البدايه. مباراه واحده لان طبعا كان مانشستر عنده الراحه بتاعته فما لعبش، كان اول ماتش مع مانشستر يونايتد فما تلعبش. لكن اعتقد انه تريزيجيه وانه يكسبوا 3 نقط في اول مباراه اعتقد ده شيء كويس. في نفس الوقت برضو لما بسال اعرف الانطباعات عن تريزيجيه ايه وعن المحمدي ايه في استون فيلا، كان بيتكلم مع جاري تومسون وده من اساطير نادي استون فيلا، وكان فيرويد ولعب لوست بروميتش برضو بالمناسبه، انطباعاته حلوه جدا عن اللعيبه سواء حجازي او محمدي او تريزيجيه، بيتكلم عنهم كويس جدا. هم كمان شايفين ان هم لعيبه عندهم كواليتي عالي وكواليتي يناسب الكره الانجليزيه. اتمنى الخطوات في المستقبل كمان تكون افضل، والموسم ده يعملوا موسم كبير ان شاء الله باذن الله. نني ناقص نني والارسنال برضو بيعمل علامه كامله، ماتشين ب6 نقاط، بدايه قويه جدا. قبل البدايه كمان الكاس الخيريه او السوبر بيكسبوا، وبدايه جيده للنني. بعد بكل امان الناس بدات تقول لا النني هيرجع تاني مش هيلعب، او النني هيروح خلاص هيبدا يخرج من البريمير ليج. عوده النني للبريمير ليج وعوده كمان الارسنال بفوزين على التوالي في بدايه البريمير ليج، اعتقد انه ارسنال دلوقتي عنده فريق الى حد ما جيد، برده مش هينافس على البريمير ليج، لكن يعني هو الفريق مش متكامل يا كابتن هاني. خط الظهر بتاع ارسنال لا في مشاكل، واعتقد انه محتاج يغير لعيبه، لكن انني فرصته انه رجع وانه شارك في مباراه الدرع الخيريه في بدايه الموسم، وانه وما شاركش في المباراه الثانيه، ما شاركش المباراه اللي فاتت، لكن ما كانش اساسي المباراه اللي فاتت طبعا، لكن كان موجود في مباراه الدرع الخيريه وشارك بعد كده في اول مباراه، يمكن اول هدف في الموسم هو كان بادئ من عنده. فاعتقد انه اخذ ثقه، وفي نفس الوقت قدامه الفرصه حتى اذا ما كملش في ارسنال ان الخطوه اللي جايه ما تكونش اقل من كده، تبقى جوه البريمير ليج جوه البريمير ليج، لانه خروجه من البريمير ليج هيبقى صعب، لانه اعتقد اللعيب صعب. حضرتك مثلا لعيب توب ليفل في المانيا من كايزر سلاوترن، نقله سار بروكن كان لها غرض انا فاهم، لكن في النهايه يعني كنت حابب تلعب امم افريقيا، حابب تكمل سنه في الملعب، لكن في النهايه ما بتحسش بنفسك بره الفريق الكبير، انت اتعودت ان الفريق بتاعك فريق قوي بينافس تلعب تشامبيونز ليج بالظبط. بالمناسبه دي بمناسبه اللعيبه المصريين اللي بنتكلم عنهم في بريمير ليج كمان، واحنا عندنا كام لعيب لعب تشامبيونز ليج كابتن هاني في تاريخ مصر؟ انت اول لعيب، دي حقيقه اول لعيب، اول لعيب مصري يلعب تشامبيونز ليج، دي حقيقه. وبعديك كابتن سمير كامونه في المباراه اللي بعدها مع كايزر سلاوترن في 98. لكن لك ان تتخيل ان احنا في مصر لحد النهارده ما فينا صلاح ونني وتريزيجيه ومحمدي وكل اللعيبه المحترفين دول، عندنا بس 10 لعيبه لعبوا تشامبيونز ليج، 10 لعيبه. عندنا الانتر توتو كاب نفسها قبل حتى ما تندمج مع الويفا كاب 8 لعيبه بس، اليوفا كاب اللي هي بقت يوروبا ليج في الوقت الحالي 30 لعيب بس. الرقم ده قليل جدا على تاريخ الكره المصريه، قليل جدا على منتخب مصر، وقليل جدا على الاجيال اللي حققت بطولات كتير. لو حتى بصينا قلنا مين الثلاث لعيبه اللي لعبوا او مين جمع بين الثلاث بطولات انتر توتو كاب ويوفا كاب وتشامبيونز ليج، هم 3 لعيبه بس في تاريخ مصر، حضرتك احمد حسن، كابتن احمد حسن ده اللي بيجمع تشامبيونز ليج، يعني 3 بطولات انتر توتو كاب ويوفا كاب وتشامبيونز ليج، احمد حسن، محمد زيدان، بعد هاني رمزي. فبالتالي الرقم ده يخلينا نقف شويه صح ونشجع فكره انه احنا ازاي ما عندناش لعيبه بتلعب في فرق، حتى اصل اللعيب اللي بيبتدي
بيظهر يوفا كاب زي مثلا مسيره حضرتك تلعب يوفا كاب بعد كده بتروح لفريق بيلعب تشامبيونز ليج. ما هو اليوفا كاب ده يعني هتلعب مع نادي حتى على المستوى اللي بينافس خارج الخمسه الكبار في الدوريات الخمسه الكبار. كنت في سويسرا ممكن جدا تلعب في سويسرا بلجيكا ممكن تلعب مع اليوفا كاب تبدا تروح نادي اكبر بتلعب تشامبيونز ليج. فالعمليه العدد المصريين المحترفين انت طبعا عامل كتاب هايل وان شاء الله هنا من خلال البيت الكبير هنتطرق لكل المحترفين المصريين وتاريخهم والكواليس اللي كانت بتحصل. لكن ما زلت اقول ان عدد المصريين اللي بيخرجوا او عدد اللعيبه المصريه عدد قليل جدا جدا على مستوى عدد السكان وقيمه مصر في الكوره. يعني بالظبط يعني احنا بنتكلم عن منتخب خد 3 امم افريقيا ورا بعض لكن برضه ما عندوش لعيب لعب تشامبيونز ليج في الوقت ده. انت متخيل يا كابتن القصه طبعا. غريبه شويه. وبالتالي احنا لازم نقف عند الارقام دي تتحلل. انا ما اعتقدش ان حد طرح ده زي البيت الكبير النهارده انه انت عندك كام لعيب لعب البطولات الكبيره. يعني انت ممكن عندك لعيبه بتحترف احتراف ممكن يكون وهمي شويه انه ممكن يروح فريق ما بينافسش على بطوله ومش بس بينافس على بطوله ده حتى ما بينافسش انه يتاهل لمقعد اوروبي. هنا اللعيب مش هيكتسب خبرات عظيمه يعني لو هو بيلعب في فريق مجرد انه يقعد في دوري الموضوع مش هيبقى سهل. يعني واعتقد انه اللعيب هدفه انه يظهر في البطولات الكبيره. انا بستغرب انه ممكن لعيب يجي له فريق بيلعب تشامبيونز ليج او بيلعب يوروبا ليج وما يروحش. يعني تبقى غريبه شويه. اجواء مختلفه خالص خاصه تشامبيونز ليج. انا اول مباراه في تشامبيونز ليج لعبتها كان اجواء يعني تحس فكرتني تاني باجواء كاس العالم لما كان عندي 20 سنه ونزلت اول مباراه بتاعت هولندا. اجواء مختلفه وبتتعامل مع التوب ليفل بالنسبه لكل المستوى الاوروبي بالتشامبيونز ليج. فمستوى دايما مستوى بيحسسك ان لا انت بتلعب في نادي له قيمه وانت كمان كلاعب ليك قيمه. يعني لا والبرازيل بتصدر 1000 لعيب محترف يا كابتن لاوروبا وانا عندي 100 مليون واكتر وما بصدرش يعني على المدار التاريخ كله بنصدر عندي 30 لعيب بس اللي يلعبوا يوفا كاب 10 لعيبه بس يلعبوا تشامبيونز ليج. هنا يجي دور مثلا مشروع زي الالف محترف اللي الدوله بتحاول تعمله مثلاً في وزاره الشباب والرياضه وانه اكيد تشرك اتحاد الكوره في كمظله كره القدم هنا في مصر الانديه نفسها انها تشجع الاحتراف مش في عناصرها الاساسيه برضو. يعني النادي له طموح يعني مثلا نادي زي نادي الاهلي بينافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها مش دايما هيطلع كل اللعيبه اللي عندها فرص الا لو فرص مناسبه. نادي الاهلي عمره ما واقف قدام لعيب. حضرتك لما احترفت ما اعتقدش نادي الاهلي واقف قدام حضرتك ولا توأم حسن ولا رمضان صبحي ولا تريزيجيه ولا غيره ولا غيره. في النهايه اللي عنده فرصه مناسبه بياخد فرصته. لكن في النهايه انت هنا ماشي الموضوع في بلان ولا لا هي دي النقطة. البلان أكيد مش موجود وإحنا دايما بنتكلم إنك كمان قبل البلان إنك توسع قاعدة الممارسة نفسها. يعني أنت بتوسع يعني أنا في 2007 كان الرقم تقريبا اللي بيمارس كرة القدم المقيد في الاتحاد الألماني كان وصل أعتقد 6,750,000 2007 6 مليون. أنت بتتكلم ساعتها في مصر كان حاجة 28 ألف. كمان في ألمانيا بيعملوا الأوبر ليجا وبيعملوا البافاريا ليجا وبيعملوا باير ليجا. يعني عندك يعني البوندس ليجا أيام ما كنت بلعب كان البوندس ليجا والسفايتا ليجا. لا دلوقتي كمان الدرجة الثالثة بقت دوري محترفين. بالظبط. بدأت تخش في موضوع الاحتراف والدرجة الرابعة بدأت يبقى لها شكل معين. يعني توسيع قاعدة اللعبة ديت احنا ما بنتكلمش بس عايزين نطلع لعيبة محترفة ماشي. لكن انك توسع قاعدة الممارسة انك في ناس كتير قوي بتمارس كرة القدم وبالتالي المميزين هيبانوا بشكل افضل. يعني هو ده الاهم واعتقد انه المفروض انه ده الدولة بتسعى ليه الفترة اللي احنا فيها لانه كمان الاهتمام بكرة القدم وتحولها لصناعة هو ده الاهم. يعني انا برضو شايف انه عدد اللعيبة المحترفين في الوقت الحالي لا يتناسب مع عدد اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري. يمكن في الدوري المصري برضو الكواليتي في معظم الفرق مفيش اللعيب اللي يلفت نظرك قوي انك تقول ان ده لعيب سوبر من اللعيبه اللي طالعه لسه صغيرين ان هو يكون موجود في دوري اوروبي كبير. لكن حتى فكره الكارير بلان مش يعني موجوده. الخطوه الاولى مثلا الخطوه الاولى فين والثانيه فين وهو هدفه ايه. يعني على فكره في لعيبه بتطلع اللعيبه دي ما بتبقاش حاسبه هي رايحه فين. ممكن يكون مش معاه ايجنت في الاول ممكن يكون معاه ايجنت بس الايجنت ده نظرته قاصره عاوز ياخد خطوه انه بياخد الكوميشن بتاعته وشكرا. لكن حته الكارير بلان اللعيب يطلع مثلا يبتدي في دوري يعني مستواه
مش دوري سوبر قوي، مش من التوب فايف، علشان يبتدي يكتسب خبرات اوروبا، وبعد ما يكتسب خبرات اوروبا ينتقل بعد كده. لو بنبص على اللعيبه الناشئين اللي بره، حضرتك قبل كده في البرنامج عرضت الكيس بتاع بلال مظهر في باناثينايكوس اليوناني، انا تابعته جايب جول الاسبوع اللي فات في ابولون سميرني في الدوري اليوناني وعامل اسيست، ده هايل. في لعيب تاني اسمه حسن شلبي ما نعرفش عنه حاجه لسه، برده شاب صغير راح نادي شارلوروا في بلجيكا، ويعني محمد دحمان اللي هو مهاجم جزائري اللي كان هداف في الدوري البلجيكي قبل كده هو المدير الرياضي هناك، شفته اتكلم عنه كويس جدا. ده احنا حتى ما نعرفش، ولد صغير برضه لسه اعتقد عنده 17 سنه. طب ما ممكن نتكلم يعني حتى الناس تتابعه، كابتن ربيع ياسين يتابعه بالظبط. يعني اتمنى ان دي رساله تبقى رساله للمنتخبات الوطنيه ان هي حتى تبص على اللعيبه اللي من اصول مصريه بره. يعني ده لعيب زي ده انا اللي عرفته ان هو والدته مغربيه والده مصري، هو دلوقتي بيلعب في الدوري البلجيكي، زي ستيفان شعراوي، دوري زي ستيفان شعراوي نفس الكيس. اللعيبه دي برده موجوده بره، بس احنا هنا ما نعرفش عنها حاجه. يمكن يوسف راضي اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه النهارده علشان ما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها ما عرفناش، كنا عايزين نسال ما لعبش منتخب مصر ازاي. انا لما كنت بدور برده في الموضوع ده انه اللعيبه اللي كانت هنا بنيانها الجسماني اقوى بكتير، وبالتالي فكره انه اللعيب الصغير وفي المركز ده، لما تبص برده في الفتره دي كان كابتن خطيب بيلعب في منتخب مصر، وكان في طاهر ابو زيد، وكان في مع حفظ الالقاب اسماء برده كبيرة وتقيلة جدا فترة الثمانينات دي. أعتقد أنه حتى لو كان يعني خد فرصة ممكن ما يكونش هيكون أساسي على حد من دول، لكن في النهاية الكيس نفسها أن أنت بيبقى فيه لعيب ما تعرفش عنه حاجة. لا، المفروض إحنا نتابع اتحاد الكورة كمان يبقى عنده داتابيز باللعيبة اللي من أصول مصرية وموجودة في فرق بره. على فكرة عددهم كبير مش قليل. إيه يا عمر داتابيز إيه بس يا عمر اللي هيكون في اتحاد الكورة داتابيز؟ ده احنا كنا يعني مع احترامي للجميع، انت جيت بشتغل في اتحاد الكره بطلع اي معلومه عن اي حاجه، ما فيش ارشيف موجود. وانا يمكن حكيت لك الموقف ده، ان انا يمكن جبت حد متخصص انه بيعمل الانالايز لفرق المنتخبات كلها على مستوى منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، لكن ما لقيتش استعداد والناس استقبلوها بشكل سيء جدا. فعايز اقول لك ان احنا لما بنتكلم على التطوير ولما بنتكلم ان احنا عايزين نكون احسن لقدام، للاسف بيبقى في ناس قافله الدايره ديت. يعني انا ما بفهمش ليه، لكن الناس بتقول لك اللي هم عشان ده اكل عيش ومش عايزين نخش في القصه دي. لكن دايما بنتكلم وبتكلم معاك انت دايما يا عمر ان احنا، انت شفت الراجل المتفتح ازاي الناس بتشتغل بره، عايزين نحط حلول وعايزين نتكلم في المشاكل ديت عشان نحل. يعني عايزين نتكلم في المشكله ديت، عايزين نتكلم ليه اتحاد الكوره ما فيهوش مركز صغير فيه توثيق لتاريخ منتخب مصر، ليه اتحاد الكوره ما فيهوش مركز انلايز لاي مدرب على مستوى المنتخبات يجي يشتغل، يبقى الراجل بيطلع له الداتا لكل فرقه بيشتغل عليها، ده لازم يكون موجود. ليه ما عندناش توثيق؟ ليه الكوس بتضيع؟ ليه الميداليات بتضيع؟ كل دوت علامات استفهام. وكل ما نقول احنا هنبدا للاسف بيحصل حاجه ترجعنا لورا. يعني انا اتمنى انه الفتره اللي جايه وجود اللجنه الخماسيه تخلص مهمتها، لما تكمل مهمتها المجلس اللي جاي ايا كان الاسماء اللي هتكون فيه ايه، انه يكون في خطوه تنظيميه شويه جوه الاتحاد على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري على المستويين. لانه كمان منتخب مصر دلوقتي موجود كابتن حسام البدري، موجود جهاز فني محترم، بنتمنى لهم التوفيق، لكن برضه هم يعني بيشتغلوا في ظروف صعبه قوي. جدا. اعتقد انه لخبطه الاجنده الدوليه، يعني وضع برضو اللاعبين المحترفين، المعسكر اللي جاي هيبقى امتى، هيبقى شكله ايه، الحاجات دي كلها مش واضحه يا كابتن هاني. يعني ده برضو على الجزء يعني على السكيل صغير كده، اعتقد ان الموضوع برضو مش سهل. اتمنى ان الفتره الجايه في المستقبل يبقى في حاجه احسن من كده، بس هو اللي قبل ده انه الفتره الجايه كره القدم في مصر تتحول من ناس بتلعب لصناعة، الناس بتشتغل بقى صناعه بتشتغل بجد، لانه مش مجرد ناس بتلعب في ملعب، لا المفروض دي صناعه. الصناعه دي لها محددات، لها اصول، لها يعني راس مال. يبقى في نوع من انواع الاعتراف العام كده في مصر بانه كره القدم صناعه، ولابد انها تتطور زي ما كل حاجه في البلد في الوقت الحالي بتتطور، كمان كره القدم يكون لها نصيب في التطوير ده. صحيح. اتمنى ان ده اللي يحصل في المستقبل، لانه لو ما تحولتش كره القدم لصناعه ويبقى في دوري محترفين، ما هو دوري محترفين مرتبط انك عندك لازم رخص معينه ولازم اشتراطات معينه عشان تكون نادي محترف. يعني النادي الاهلي، يعني احنا بنتكلم على نادينا اللي عارفينه، النادي عنده هذه الشروط، والنادي الاهلي بيعمل كمان خطه يعني طويله المدى، وهيأسس شركه اسمها شركه الاهلي لكره القدم الاف سي، كل ده خطوات. لكن انت بتتكلم على نقاط مهمه جدا، ان فعلا بقى مش كل شويه يعني ما يجي مشكله يقول لك لا
ده اصل الكره صناعه ما حدش له دعوه بيها. فانت بتتكلم على لفظ الصناعه ديت لفظ كبير جدا، ان يعني احنا بنتكلم بس لكن انك تطبق ده مش موجود. ما هو بمناسبه الكلام عن النادي الاهلي، فكره التراخيص دي موجوده في النادي الاهلي من بدري، محضر لها، عنده المهندسه حنان الزيني مسؤوله عن الملف ده في قطاع الكوره. اعتقد النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي جاهز من 2013 بالرخصه بتاعته بكل الاشتراطات، بيراجع تطور اللوائح طول الوقت في الجانب ده. لو ده طبق على بقيه الانديه في مصر هنا الوضع هيختلف. هنا هتلاقي ان كل نادي حريص على انه ما عندوش مشاكل مع لعيبته، ما عندوش مشاكل مع مدرب مشي، ما عندوش ازمه في حته انه ملعبه عارف هو هيلعب فين السنه الجايه حتى لو مأجر ملعب او غيره. صحيح. هو ده اللي هيديك الخطوه اللي تعمل بيها بعد كده الشركات. نادي الاهلي هو اللي بدا برضه، يعني نادي الاهلي هو اللي هيشد بقيه الانديه في الجانب ده، انه هيبقى عنده او هو اوريدي بياسس شركه كره القدم. شركه كره القدم هي نواه تطبيق دوري المحترفين، عنده ملعبه دلوقتي موجود الملعب كمان. عشان الناس تفهم برضه لازم لو حتى الملعب ايجار ده هو يعني لغايه ما يكون باسمه موجود، يعني موجود. المهم ان انت محدد جوه الرخصه بتاعتك ملعبك هو ملعب. انا باجر الملعب الفلاني. صحيح. ملعب استاد القاهره، ملعب برج العرب، ملعب الكليه الحربيه، ايا إن كان، انما انا عندي ملعب هلعب عليه مبارياتي في الموسم ده، علشان حتى لما تيجي تشارك في افريقيا هو ده اساس الموضوع، لازم يكون عندك الرخصه. بالمناسبه الاتحاد الافريقي من السنه الجايه مشد جدا على ملف التراخيص، يعني في بعض الانديه في مصر ممكن يبقى عندها مشكله، لان يعني في انديه عليها ديون كتير للعيبه سابقه لمدربين. ده لو اي شكوى صغيره من اي اداري او اي لاعب او اي مدرب عنده شكوى اترفعت للاتحاد والفيفا اخطر، خلاص الموضوع منتهي، يبقى الرخصه تتسحب، الرخصه هتتجمد، وبالتالي حتى لو الفريق بيشارك مش هيشارك في بطولات قاريه. صحيح. فالموضوع محتاج يتظبط شويه، ده اللي المفروض الفتره اللي جايه ان اتحاد الكوره يسعى له برضه، يعني هو برضه في النهايه هو دور اتحاد الكوره يعلن رابطه انديه محترفه، ورابطه الانديه المحترفه تبقى مسؤوله عن اداره مسابقاتها، تحديدا مسابقه الدوري هي اللي بتديرها. هنا العوائد هتزيد اكتر من هي موجوده دلوقتي، توفير الاستقرار للكوره هو اللي هيزود العوائد. عوائد الكوره ده ان شاء الله ممكن نتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، لان ده شيء مهم جدا، من خلاله كمان هنخش على صناعه كره القدم ونخش على الانديه المحترفه، فكل دي ملفات معانا ان شاء الله باذن الله. واللعب المالي النظيف ده مهم قوي. واللعب المالي النظيف. طب ان شاء الله نبدا في الجزء ده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وتشرفنا عمر بجد، سعدنا طبعا بحلقه مميزه جدا كالعاده، بنشكرك شكرا جزيلا ومنتظرينك ان شاء الله يوم الثلاثاء. شكرا كابتن هاني. شكرا لي. شكرا. دي كانت طبعا نهايه الفقره الثانيه في البيت الكبير. الفقره اللي جايه طبعا مع اساطير النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي الكابتن عادل تعيمه والكابتن فتحي نصير. الفقرة الحوارية الرئيسية النهاردة معانا فيها اتنين من أبناء النادي الأهلي ورجاله كالعادة المخلصين اللي بيحبوا النادي بجد وبيدافعوا عنه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان كمان بكل قوة واستماتة. الأول معانا طبعا الكابتن القيمة الكبيرة كابتن فتحي نصير. برحب بحضرتك كابتن فتحي نصير المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، وأيضا الكابتن عادل تعيمة نجم النادي الأهلي السابق، واحد من العلامات التدريبية الشامخة في كرة القدم المصرية. أهلا بك كابتن عادل، شرفنا في البيت الكبير. كابتن بنرحب بيك. كابتن فتحي طبعا بنرحب بيك في البيت الكبير ومشرفنا، وكابتن عادل تعيمة طبعا من الناس المميزة زي ما قلت سام على مستوى التدريبي، وكان ليك باع كبير جدا جدا كمان في صناعة أجيال ولاعبين كتيرة جدا من النادي الأهلي من خلال تدريبك حضرتك لقطاع الناشئين، وكمان أحد رموز النادي الأهلي. طبعا نرحب بيكم في بيتكم في البيت الكبير، وإن شاء الله تكون يعني سهرة مميزة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. لو عملنا كده تقييم شامل وإحنا خلاص بنقفل كتاب الدوري للموسم الحالي، تقييم شامل للموسم ده بعد ما استؤنف النشاط مرة تانية كابتن فتحي، تحب تقول إيه؟ احب اقول ان الدوري خلاص اصبح تاريخ، ان بمعنى الدرع اصبح في مكانه محجوزه له في النادي الاهلي في الدولاب الكبير اللي مفروض ان شاء الله يكبر ويبقى متحف كبير وننساه ونشوف ما هو قادم. بطوله افريقيا ثم كاس مصر ان شاء الله، ثم كأس عالم أندية إن شاء الله بإذن الله لو وفقنا فيها. ده اللي احنا مفروض بنفكر فيه دلوقتي،
وده عنوان، لكن له حاجات كتيرة على اساس انها تتنفس. نعم. يعني عايزة برامج وعايزة خطط وعايزة تنظيم وعايزة رعاية إدارية فنية، كل الحاجات دي منظومة كاملة عشان نحقق أهداف اللي هي موجودة، سواء كأس إفريقيا، بطولة إفريقيا، أو كأس مصر، كأس مصر، أو إن إحنا إن شاء الله نوصل بأمر الله لكأس العالم بعد بطولة إفريقيا إن شاء الله. كابتن عادل، رؤيتك برضو، حضرتك مدرب كبير، رؤيتك سريعا للرؤية الفنية للنادي الأهلي خلال مشوار الدوري، والمعادلة ازاي اللي يتعامل بها المدير الفني فايلر خلال الفترة الدوري المتبقية الست مباريات القادمة، وازاي يحضر فرقة في نفس الوقت ويجهز فرقة للمباراة صعبة، وفي نفس الوقت يدفع ببعض الناشئين من لعيبة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نبقى عارفين انه مجلس الإدارة يمكن أخذ قرار مش موجود لا في أفريقيا ولا في العالم العربي إلا نادرا، يعني إن جاب جهاز فني بالكامل، ما كانش بتحصل قبل كده، كان بيجيبوا جهاز مدير فني ويبقى المساعدين مصريين. التجربة ديت أعتقد أنها ناجحة جدا، لأن المدير الفني لما بيجي بالطقم بتاعه، مدرب حراس مرمى، الأحمال بتاع الحاجة دي، ما حدش عملها قبل كده في مصر ولا في أفريقيا إلا نادرا، حاجات بسيطة جدا، وفي العالم العربي يمكن هتلاقي نادي أو ناديين بس. فدي تجربة ثبت نجاحها نجاح كبير جدا، وده مش تقليل من المدربين المصريين، لا خالص، ولكن أنا أنا بجيب مدير فني بيساعده دلوقتي كابتن سامي قمصان بس كجزء مدرب مساعد، لكن المين ستاف الموجودين هم كل المساعدين. فدي تجربة ناجحة جدا، لأن أنا المدير الفني وأنا بحاسبه بديله الصلاحيات الكاملة عشان أعرف أحاسبه. الجزئية الثانية ودي مهم جدا، احنا بنتابع كل البرامج الحوارية، بنلاقي انه يعني يقول لك نلعب بالناشئين في الفترة اللي جاية او يريح اللعيبة، وده طبعا قمة الاستهتار لبطولة افريقيا، لان انت كلاعب في الفترة اللي جاية اذا ما كانش يبقى عندك القدرة الفنية والتحمل والجانب الاحمال والجانب النفسي انك انت تبقى واخد الجرعات بتاعتك بطريقة مقننة زي ما هو بيعمل من بداية الدوري، عامل عملية التدوير، وزي أنا متابعكم قبل كده إن الراجل، وأنا قلت قبل كده برضه في قناة الأهلي إن في 20 لاعب الراجل بيدور فيهم من أول ما جه، حقيقة مفيش حد أساسي، كل مفيش حد 13 لاعب، الفترة اللي جاية إذا كان فيه أربع مباريات أو خمس مباريات أيا كان العدد، برضه نفس التدوير، الدفع من الناشئين إيه معناه دلوقتي؟ معناه ان انا مش وقته، يعني ده مش وقت ناشئين، ده وقت ان انا بحضر للماتش الوداد، وبرده ماتش الوداد مهم جدا سواء هنا او هناك باللعيبه الاساسيه، باللعيبه الاساسيه مع التدوير. يعني علي معلول ممكن يريح، بس مش يريح لان هيحصل نوع كويس، يعني بدل ما يلعب 3 ايام في يعني كل 3 ايام مباراه، ممكن جدا يبقى يقسم الجزء دوت على 2 التدوير، التدوير بحيث ان ما يحصلش نوع من انواع الهبوط، لان الماتش الرسمي ايا كان حتى لو انا حسمت الدوري لابد ان يبقى فيه نوع من التحمل القوي علشان ما يحصلش. احنا شفنا النادي المنافس فيه لعيبه فيها استرخاء كامل، الماتشين الثلاثه اللي فاتوا في استرخاء نتيجة ان انا بلعب مش يعني الدوري راح فانا خلاص. لا، النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي جمهوره عايز اداء وعايز نتيجة، والاخر لحظة عايز اداء ونتيجة، مفيش حتة حتى لو تعادل ماتش الناس تبقى حزنانة في الشارع. لازم الجمهور النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني يعرفوا ان الجمهور وحشوا كأس العالم الاندية. طبعا كاس العالم للانديه من غير النادي الاهلي ولا قيمه، ده مين بيتابعه؟ محدش بيتفرج عليه، بقى لنا 7 سنين مين بيتفرج عليه؟ محدش بيتفرج عليه، لان جمهور النادي الاهلي بالملايين اللي موجوده في العالم العربي وفي اوروبا وفي كل حته محدش بيتابع. انما لما النادي الاهلي بيبقى موجود في كاس العالم للانديه بيبقى فيه المتابعه دي بتبقى على مستوى بشكل عالي كبير جدا وقوي. مظبوط مظبوط. الحاجه الثانيه برضو الجمهور النادي الاهلي متشوق وحشه اللعيبه وهي بتاخد كاس افريقيا وثم
وصلنا لكاس العالم للأندية، ودي حاجة مهمة جدا. واعتقد ان فايلر نجح لحد النهاردة بنسبة 90% كدوري، كتدوير، كعلاقة بالإعلام، كعلاقة كهدوء، مفيش مشاكل مع لعيبة، الجهاز الفني بتاعه تحس ان هو فيه تناغم وانسجام مزبوط. كامل مزبوط. كل اللي مطلوب منه في الفترة اللي جاية ما ينسقش وراء إعلام أو وراء حد بيضغط عليه يلعب بناشئين ريح الناس، الكلام ده مش علمي. طيب الكابتن فتحي نصير، حضرتك بتتفق ولا بتختلف مع وجهة النظر دي ان احنا لا لازم الاعتماد على اللعيبة بشكل اساسي في الفترة اللي جاية واحنا عندنا مباراة مهمة، ولا لا الفترة ديت خلاص انت اخدت نفس كبير ويعني ممكن تجرب الناشئين يتم الدفع بيهم، تجربهم المميز فيهم تبدأ تطلعه بعد كده بشكل تدريجي في المباريات الكبيرة؟ احنا اتفقنا ان في هدف اللي هي بطولة افريقيا نلعب مع الوداد. الوداد دلوقتي لسه عنده مباريات فما عندوش وقت يحضر نفسه لافريقيا غير بيعتمد على المباريات. بيحضر المباريات بتحضره بس كابتن هاني هو ما يقدرش يحضر نفسي لافريقيا، ما يقدرش يحضر خططي لافريقيا، لان عنده حاجات تانية عشان اودع او بلعب مباراه بعمل لها طريقه لعب بعمل لها خطه بناء على الفرقه اللي هلعبها. مظبوط. فهو مش هيلاقي الاهلي هناك، فهتلاقيه بيلعب والدنيا سرقاه كل تفكيره وكل تركيزه في المباريات اللي عنده، فبيعد بدني وبيعد مهاري بيعد خططي بيعد نفسي للمسابقه اللي هو لسه فيها. اما النادي الاهلي مسابقه خرصة. فاذا عندنا وقت ان انا افكر كمدرب ان انا اعد لاعبتي دلوقتي من دلوقتي الاعداد النفسي المظبوط طويل. طويل بعد شهر ماشي ممكن اعد، هو مش هعد نفسي ليله المباراه. هو اعداد نفسي طويل المدى ان هو بحضر اللعيبه من دلوقتي اللي هو مش حول الشحن، بقول اعداد نفسي تحضير اللي هو يعني في عمليه اعداد نفسي متدرجه. لان احنا عندنا لكن النقطه اللي بتكلم فيها كابتن فتحي والكابتن عادل اللي اتكلم فيها كابتن عادل بيتكلم ان لا وقت دلوقتي لولد ناشئ والجزء ما انا جاي يعني حضرتك في الجزء ده. وكمان في نقطه ان في ناس كمان عايزه تتجهز، يعني لعيبه راجعه من الاصابه مثلا كهربا حسين الشحات واخدين فترات راحه كتير بسبب الاصابه، فممكن وارد جدا ان التجهيز البدني من خلال ماتشات يعني. يبقى الجزء النفسي ده مهم اكيد. طيب نخش بقى على الجزء، انت مش هتعب نفسي بس، انا بلعب بدني لازم اكون بدني واللي ما عندوش بدني مش هقدر ادي مهاره. صحيح. فاذا لازم اعد بدني ومهاري للاعبين اللي هم بعاد عن فضل الملعب واساسيين عندي طبعا، اللعيبه المتميزه عندي يعني زي ما كهربا حسين الشحات اللعيبه اللي هم لسه ما يعني مش حول ما نضجوش اللي هم انا عايز ازود عندي وقت ان انا اصلح فيهم اخطاء. انت دلوقتي لعبت الدوري بين المباراة والمباراة 72 ساعة مزبوط. أو 48 ساعة في ماتشات 48 ساعة مزبوط. المدرب ما عندوش وقت يقدر يعالج عيوب اللعيبة في الوقت ده أو يصلح من أخطائهم أو يحفظهم حاجة غير نظري، يقدر يكلمهم كده لكن ما يقدرش يحفظهم حاجة عملي. فأنا عايز دلوقتي الوقت ده إن أنا هحفظ اللعيبة عملي، هشتغل معهم عملي، خططي هشتغل معهم، بدني هشتغل معهم. هتقول لي الله ده مفروض انا في اجهاد لا، ما هو فرق بين الاجهاد وفرق ان انا التعامل البدني ان انا بعمل له الاسترخاء وريكفري والاستشفاء بحيث اخليه في قمه النضج الكروي او يبقى في التوب فورم بتاعته امتى؟ في شهر 10 اللي هو في اكتوبر اللي هو قبل البطوله قبل الماتش. ده كل تفكيري. طب ازاي بقى انا اعملها؟ في لعيبه مثلا عايز ازود لها شويه هلعب لهم الماتشين او اديله 7 ايام يعني يبقى يلعب ماتش وفوت ماتش ويلعب تاني عشان يحس بالبطوله. كل الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ يبقى انا بعد بدني، انا بعد نفسي اهم حاجه طب. نفسي اهم حاجه ثم المهاري الحاجات اللي انا بعملها عشان اجهزه للنواحي الخططيه اللي انا هعملها. هو اكيد في دماغه دلوقتي خطه اللعب اللي هيلعب بيها،
هينتقم منهم، مش هيقدر يقول ايه انا عايز العب بطريقه كذا الا بناء على اللعيبه اللي عنده. صحيح. هل هتقدر تنفذ له الكلام ده ولا لا؟ فهو هيشوف اللعيبه اللي عنده وايه الطريقه اللي تتناسب مع امكانيات اللعيبه دي. طب مع الطريقه دي يا كابتن، كابتن فتحي واخد الكابتن عادل الطريقه، كابتن فتحي بيتكلم على الطريقه، حضرتك شفت تغير شويه في طريقه لعب النادي الاهلي قبل الكورونا، كنا بنلعب 4-2-3-1، في الفترات الاخيره بدا يشتغل على 4-4-2. وجهه نظرك الفنيه كابتن انهي الانسب؟ ويمكن كابتن سامو منصان كان موجود قال طبيعي ان كل فرقه لازم تحفظ طريقتين، ممكن احتاج الطريقه ديت، لكن شكل النادي الاهلي في 4-2-3-1 افضل ولا 4-4-2؟ بس في نقطه انا يمكن نسيتها ان انا اكملها، وهي انه فايلر محتاج ماتشين الوداد وان شاء الله الماتش النهائي، محتاج اللعيبه اللي عندها الخبره خبرات الدوليه، ويركز عليها جدا. انا بكتبها هو عشان هقولها دخل خبره لان دي في غايه الاهميه، خبرات الافريقيه في غايه الاهميه. انا عايز اخش ماتش الوداد وانا معايا من 18 ل 20 لاعب معظمهم خبرات، خبرات والشباب الناضج، دايما اقول شباب ناضج اللي هو 27 سنه 26 سنه زي السلية وزي الباقي يعني، وطبعا في الصغيرين زي هاني والمجموعه الثانيه. فدي هتبقى مهمه جدا ان انا بركز على ال 20 دول واللي هو بيدورهم من بدايه الموسم، الولاد اللي هم مش جاهزين زي حسين الشحات زي كهربا زي محمود وحيد، لانك انت ممكن جدا لا قدر الله اي اصابه تحصل يبقى دايما البديل جاهز. انا بفضل ان يبقى علي معلول مع محمود وحيد يبقى في ماتش وماتش بحيث ان انا في خلال الفتره اللي جايه عندي 6 ماتشات، ده بياخد 3 ماتشات وده 3 ماتشات، ويبقى في عندهم ال وقت الراجل يعني. الراجل بيركز قوي على نتيجه المباراه علشان ما يحصلش استرخاء زي ما كان جوزيه بيعمل. صح. يبقى الفريق كسبان وعامل نتائج مشرفه جدا ويروح داخل ويخلق مشكله عشان يحاول ان هو يستفزهم علشان يبتدوا يرجعوا تاني. هي عمليه ما يبقاش بس في خمول في النتائج، لان حصل خمول الماتش بالنسبه لك الماتش كده كده مش فارق معايا النتيجه، فيبدا في خمول في الاداء دوت، فعمليه الدفع كمان والدفع انك لازم تكسب المباراه رغم عدم اهميتها على مستوى النتيجه، لكن على مستوى المعنوي وعلى مستوى التحفيز مهم جدا انك تكسب. ده في حاجه مهمه جدا، احنا بنلعب كره قدم ليه؟ كره القدم بنلعبها علشان المتعه. انت بتمتع جمهورك، انت بتمتع جمهورك ولا هو انت يعني ما تلعبش كويس وبعدين تجيب جول اي حاجه في اخر؟ لا، انت بتمتع. الكوره اتعملت عشان الناس تستمتع، بتاخد اسرتك وتروح المدرج علشان تساعدهم. الناس تساعدهم. بياخد ولاده ومراته وزوجته وبتاعه عشان يساعد. فانت لازم اللعيب وهو نازل الملعب يعرف ان في ملايين بتتفرج عليه وعايزين يستمتعوا، واللي قاعد على القهوه اللي قاعد في البيت عايز يستمتع بالاداء الممتع من لعيبه النادي الاهلي. فدي تبقى الى جانب النتيجه طبعا والى جانب البطوله اللي انا بحبزها يعني. بالنسبه لسؤالك، اعتقد ان فايلر من يوم ما جه ربنا اراد ان هو بعد يومين بياخد سوبر. سوبر. وبعدين سوبر غالي قوي، وبعدين طلع افريقيا عمل اداء ما فيش اروع من كده. حتى التبديلات بتاعته فيها توفيق، لما ينزل صلاح محسن وينزل وليد سليمان والاثنين ينزلوا كل واحد يجيب جول. وبعدين ابتدى عملت، وانا قلت حتى في قناه الاهلي ساعتها قلت ان الراجل لسه ما بيعرفش اسماء اللعيبه. لما انا قلت الراجل ده المباريات دي مسؤوليه لعيبه، وانت عارف كده مظبوط. 20% المدرب و80% للمدير الفني للعيبه للاسف للاسف يعني 80% للعيبه و20% للمدرب. والماتش اللي بعديه السوبر كان نفس القصه. اختلف فايلر بعد الكورونا، بدأ بماتش الزمالك وكان يعني أنا كنت حاسس إنه التشكيل ما كانش مناسب، على الرغم ويمكن ده يمكن صوت مخالف تماما اللي كان بيتقال في الاستوديوهات التحليلية، النادي الأهلي كان الماتش ده ممكن يكسبه 3-4 صحيح. كرة في العارضة، فرص اللي ضاعت لو اترجمت أبو جبل مطالع كابتن فتحي. لا لا صح. أنت أكيد شفت الماتش وشفت جت لهم 4 فرص جابوا منهم 3 بس طوال 90 دقيقة صحيح. 4 فرص الاربع فرص جابوا منهم 3 اجوال، ودي ده التوفيق يا كابتن هاني. هو التوفيق عامل مهم طبعا كره القدم في التدريب. فريق الزمالك رجليه كانه في اكياس رمل يعني احنا متفوقين طول المباراه، حتى في ماتش السوبر احنا متفوقين طول الماتش، كسبوا ضربات جزاء يعني ما كانش فيها توفيق. ويمكن احيانا في مدير فني يقول لك انا
يعني مش هضرب ضربات جزاء علشان اللعيبه تبقى تنزل 90 دقيقه تجيب النتيجه، ما تنتظرش ضربات جزاء في دي مدرسه يعني وكده. ففايلر الحقيقه ابتدى يسترجع قواه، لكن ما فيش شك مدرسه النادي الاهلي انا ممكن انهي باثنين راس حرب. انا مع المدرسه اللي بتقول 4-2-3-1 دي الاستحواذ، الخطوره من الاطراف، التسديد، المندفع من الخلف، الاختراقات، كل الطريقه الجميله اللي النادي الاهلي بيجيب بيها اجوال، دي طريقه اللي احنا جمهور النادي الاهلي بيستمتع بيها من طريقه النقل من مكان من جناح لنجاح، الاستحواذ، كل الامور ديت النادي الاهلي بيستمتع بيها، مش كرات طويله احنا مش متعودين عليها. لاسارتي كان بيعتمد على الكره ديت واحنا لا نحبذها يعني. صحيح. كابتن فتحي ما ردتش على السؤال برضو اللي هو وجهة النظر دي تختلف ولا تتفق معها، اللي بتقول لا احنا النهاردة عندنا بدائل وفي يعني عملية روتيشن ممكن فايلر يعتمد عليها، ولا نعتمد على اللعيبة الأساسية في المباريات اللي جاية؟ هو دلوقتي لابد ان هو ينتقي ال 18-20 لاعب اللي هيخوض بيهم المباراة، ولابد ان يكون التشكيله في دماغه. امبارح كابتن سامي قمصان قال لا التشكيله بنسبه يعني 90-95% في دماغ الراجل، يعني اذا 90-95% قبل ما يلعب الناشئين اذا مش هياخد من الناشئين كده. صح كده مش هياخد من الناشئين. لا هي الفكره يا كابتن مش موضوع ان هياخد النهارده. افرض النهارده لا في المباراه الجايه لو تم الاعتماد عليهم وفي حد تفوق او تميز ممكن ان انت هي الفكره يا كابتن، وانت طبعا مدرب كبير وكابتن عادل انت عارف مدرب كبير، الدفع بالناشئين بيبقى ليه توقيت خاص، حسابات مش اي وقت تقدر تدفع بلاعب لا ناشئ. التوقيت دلوقتي لا يعني انا وجهه نظري انه الدفع بالناشئين دلوقتي في حدود الامكانيات وارد، انك ممكن لعيب كويس في نص الملعب يلعب مثلا نص ساعه الاخيره ياخد ثقه شويه، ان جزء من اللعيبه كمان المميزه من الولاد الصغيرين، وكابتن عادل انت عارف النقطه دي كويس، انه بس الاسم انه بيخش وسط فرقه الفريق الاول وبالتالي بيخش جوه المنظومه حتى لو موجود على دكه الاحتياطي بينزل 10 دقائق، ده مكسب مع عدم الخلل، وده مهم جدا، مع عدم الخلل في البلان الحقيقي اللي هو الاستعداد للمباراه قبل النهائي. كابتن فتحي شوف يا كابتن، هل هو دلوقتي الناشئين اللي هو بيقول عليهم دول هيعدهم لبطوله افريقيا وكاس العالم، ولا بيعدهم لانهم يستمروا في بطولات النادي الاهلي والدوري الجديد للسيزون اللي جاي؟ يبقى هو مش هيحضرهم لافريقيا لان من الصعب جدا اجي لاعب مهما كان اللاعب ده موهوب طبعا احطه ضد الوداد، لان هيفقد عنصر الخبره وما عندوش لا الخبره الافريقيه ولا الخبره الدوليه ولا الخبره بتاعت الفريق الاول. صحيح. يعني ثلاث خبرات مش موجوده، لكن هو ممكن يستغل الماتشات دي في ان اللعيبه دي يحضرها للدوري القادم. مظبوط. لكن مش هيحضرها للبطوله. هو دلوقتي بيفكر في حاجتين، يعني هو بيفكر للموسم القادم ولا في بطوله افريقيا. هو بفكر في افريقيا اللي اقرب افريقيا، هو هي هدفنا كلنا وهدف نادي الاهلي وهدف مجلس اداره وهدف جمهور الاهلي وهدف كل من ينتمي للنادي الاهلي البطوله الافريقيه. أيه. هو ده شغلنا الشاغل. فاذا هو هيركز على الاساسيين دولت اللي هم كده. هيجي بقى حضرتك تقول ايه، طب ازاي الناشئين الصغيرين دول يلعبوا؟ هيريحهم على اساس الروتيشن اللي هو لاعب زي ما نقول علي معلول ما يلعبش الماتشين ورا بعض كل 3 ايام. مظبوط. هيلعب ناشئ عشان يريح علي معلول وفي نفس الوقت ما يخلش ب شكل البطوله اللي احنا خدناها بطوله الدوري. يبقى هو بيفكر بفكرين، يعني بيفكر في حاجتين، حاجه اللي هي محليه باللعيبه الناشئين مع تفكير ان انا مش عايز اجهد لاعبتي. انا مثلا بلاعب مين راس حربه، مين وسط الملعب، مين كده، هعمل عمرو السوليه مثلا في وسط الملعب ممكن يريحه ويدي العربي بدري، يعني لعيبه صغيره ممكن تاخد ساعه من الماتش كل ويخرج. ده جميل عشان لا استهلك لعيبتي الكبار في اعدادهم المهاري البدني الخططي النفسي، ان انا ده انا اتميز بيه عن فرقه الوداد. لان فرقه الوداد لم تنتهي
من بطولاتها. حضرتك شايف ان هي غير جاهزه لان هي لسه عندها مباريات؟ لسه عندها مباريات ايوه ولم تستعد نفسيا ولا مهاريا ولا بدنيا ولا خططيا. هم بيستعدوا من خلال الدوري ولا كرونيا برضه بيستعدوا من خلال الدوري لكن ما تقدرش تقول لي انه بيستعد خططيا لانه ما عندوش الفرقه اللي هي اتفقنا انها ما فيش فرقه مثلا زي النادي الاهلي. هو هيلاعب فرقه مين اللي كبيرك انت مدرب؟ انت لما بتيجي تحط خطه بتحطها بناء على ايه؟ على امكانيات لعيبتك وعلى الفرقه اللي قدامك. مظبوط. طب الفرقه اللي قدامك مش موجوده ما تعرفهاش فهتلاقي نفسك انت مش يعني هو عايز يحط النادي الاهلي. يعني انت حضرتك تقصد ان النادي الاهلي عنده ميزه انه ممكن يجرب خطط لعب معينه او كذا طريقه لعب على اساس تبقى بروفا لمباراه الوداد ممكن يجرب الكلام ده في خلال الدوري لانه حسم الدوري. الوداد ما عندوش الميزه دي. ما عندوش الميزه دي ولا هيقدر يفكر فيها فيقدر ان هو يقدر يحل المشكله دي ويقدر يعد بالاعداد ده وما عندوش صربعه الاعداد يعني ايه يلا بسرعه وشدوا حيلكم وهنعمل ما فيش الكلام ده هناك هيعملها لانه هيخلص وعلى طول يلعب الماتش ويدخل على طول خط لكن انت لا انت عندك وقت طويل اخدت نفسك فانت هتقدري تحضري. اما بالنسبه لطرق اللعب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في سواء هيلعب ب 4 4 2 او 4 2 3 1 طرق اللعب موجوده في العالم كله. بالمناسبه في اخر كاس عالم اللي هي في 2018 اللي كانت في روسيا اتعملت احصائيه على 32 فريق على طرق اللعب اللي في العالم 4 2 3 1 14 فريق من ال 32 كانوا بيلعبوها 14 فريق من العالم 4 4 2 4 4 2 لعب 6 فرق 4 3 3 لعب 5 فرق وبعدين تناولت الفرق الثانيه بايه اللي هي 4 2 2 2 وبعدين 4 1 4 1 بيلعب بمفهومنا اللي هو 5 3 2 اللي هي بتبقى أيوة. يعني بمفهوم القديم بس من غير ليبرو مختلفه شويه زي ما اليوفنتوس السنه اللي فاتت كان بيلعبها بالظبط. فدي كلام بنؤيد فكره الكابتن عادل اللي انت قلتها يا كابتن هاني ان 4 2 3 1 هي الشائعه في يمكن في العالم بيطبقوها واحنا الطريقه المثلى طبقناها ولعبنا بيها واللعيبه حافظاها ونقدر ان احنا ايه اللي هيختلف فيه دي طريقه لكن الخطه هتختلف. ايه الخطه؟ ان واجبات اللعيبه داخل الطريقه يعني 4 2 3 1 في واجبات كل لاعب. انت ممكن تلعب النادي الاهلي بيلعب 4 2 3 1 ونادي الوداد بيلعب 4 2 3 1 بس دي خطه ودي خطه ثانيه كشكل شكل الاداء بيختلف الشكل اللي يعني. هو قبل المباراه اللي على الورق. اما اللي انت هتقدر تعمله واجبات كل لاعب في الملعب صحيح. وقت ايه مين اللي هيحدده؟ وجود الكوره والخصم. كابتن عادل ليك باع طويل في مجال الناشئين عايزه حضرتك تكلمني عن اللي لفت نظرك في الناشئين بالاسماء. مين اللي لفت نظر حضرتك في اي مراكز كمان دلوقتي؟ انا بقالي 3 سنين مش متابع بس اكيد يعني اكيد لا هو طبعا هو طبعا اللي كان موجود عندنا في الفتره اللي انا كنت ماسك فيها القطاع كان في ناصر ماهر وكان في احمد حمدي وكان في كريم ندفيد وكان مصطفى شوبير ويعني لعيبه مميزه كلهم وكان الحقيقه بنعمل لهم ماتشات دايما اعداد بنعملها دايما مع فرق في الدوري الممتاز بحيث ان الولاد يحتكوا زي ما كنا بنعمل زمان يا كابتن هاني بحيث ان الولد وهو او اللاعب وهو بيلعب مع في سنه يتفوق عليه بسهوله لانه هو دايما في ماتشاته بيلعب مع فريق اقوى منه في ماتشاته وديه أيوة. يعني مثلا فريق 19 سنه في النادي الاهلي يلاعب الاتحاد السكندري الفريق الاول فده احنا بنربي ولادنا على الكلام ده في الماتشات الوديه وفي فتره الاعداد بيلعبوا ليفل اعلى شويه عشان يبقى مش اللي في سنه بياخدوا بقى ثقه بياخدوا قوه بياخدوا كل التحمل بياخدوا تنفيذ واجبات. في نقطه مهمه جدا بنغفلها كابتن هاني وحضرتك انه لعيبه النادي الاهلي دي لعيبه ناضجه بتسوى ملايين طبعا فحته ان انا عايز اجرب طريقه لعب لا انا لما اقول لحسين الشحات انت هتلعب لي زي ما احنا كده بنشوف في التلفزيونات في العالم كله بتلاقي في اضواء كده الملعب وتلاقي في اضاءه خضراء واضاءه حمراء واضاءه برتقاني الحاجات الاضاءات دي اللي بتبقى موجوده على خريطه الملعب دي تحركات اللاعب
دي الخريطه الحراريه ان اللعيب هيتواجد في الواجب الدفاعي والهجومي في الاماكن دي. فانا لما اجيب كهربا حسين الشحات مروان اي حد هقول له انا عايزك تشتغل لي في المساحه دي، هتنزل تدافع بالطريقه دي في الحته دي ومالكش دعوه بالحته الثانيه، الحته الثانيه كهربا اللي هيعملها في الواجب الهجومي. توزيع الادوار يا كابتن والمهام بشكل واضح عشان نغطي الملعب، عشان ابقى مغطي الملعب كله. فلعيبه النادي الاهلي مش بالسذاجه ان انا المدرب انا هقول له النبي عايزك تعمل لي الحاجه الفلانيه وادربه عليها، لا ده هو يعني. وده طبعا زي ما قال الكابتن فتحي عندنا من اللعيبه بالخبرات والنضج، عشان كده بركز قوي على اللعيبه زي الشناوي، علي معلول، رامي، وليد سليمان، كهربا، حسين الشحات، مروان. اللعيبه دي تقل في الملعب، تقل في الملعب، يعني لا يهمهم بقى هتاف جماهير ولا ظلم حكم ولا جمهور بيهيص عليهم. كابتن عادل حضرتك كنت اصلا راس حربه يعني مميز، وبرضه واحنا بنعمل عمليات التقييم دي والدوري خلاص يعني في مراحله الاخيره، لو نقيم بقى مستوى المهاجمين في الاهلي بشكل خاص وفي الدوري هذا الموسم بشكل عام، قيم لي كده المهاجمين من وجهه نظر حضرتك. احسن مهاجم في مصر مروان. مروان محسن. بيمتاز بكل حاجه. بيسدد رجليه الاثنين. قوي. سريع، بيأدي الواجب الدفاع والهجومي. بيمتاز بضربات الراس سواء على العارضه القريبه او في الكرات العاليه. بيحضر، بيبقى محطه. بيتحرك لزمايله عشان يفتح لهم مساحات. كل الميزات موجوده فيه. اللي انا بتمناه، كابتن هاني عارف الكلام ده كويس وده بنادي بيه يعني، واحيانا يعني بتدخل في شغل غيري للاسف، يعني ان انا عايز اليوم المفتوح. انت قلبك على شغل اليوم المفتوح. انت قلبك انا عايز اليوم المفتوح. اليوم المفتوح بمعنى ايه حضرتك؟ ان انا سردباكين عندنا حصل مثلا ايه ديفو بسيط كده، فانا اجيب السردباكين الصبح ازاي يقفوا وازاي يتحركوا. طبعا انت التخصصي يا كابتن. التخصصي ده يتعمل الصبح، ما يتعملش مع الفرقه كلها. التدريبات التخصصيه اجيب مروان. اجيب مروان 100 كوره حاططهم من 50 من يمين و50 من الشمال. ما تستناش الكره لما تجي لك، انا اعمل له العرضه القريبه. وبعدين التفاهم والانسجام ما بين هاني او فتحي وبين مروان. وانا باصص لكابتن هاني وهو بيعمل الاوفر، انا عارف ان انت عايزها فين، عايزها القريبه ولا البعيده ولا في نص الجول، ولا عايزها الارتفاع ده ولا عايزها الارتفاع الاكتر. التفاهم ده بالتكرار هيجيده، لازم كل يوم يتمرن على الاقل. وده دي الرساله اللي انا ببعتها لمروان، انك انت على الاقل كل يوم ساعه شغل على الجول، ما تستناش الكوره تروح لها. في احيانا كور المدرب طبعا بيبقى معاه سرتباك، ازاي يهرب منه يجري ويروح واقف، بحيث انك انت التدريب التخصصي ده مهم يا كابتن. في غاية الأهمية. بتتكلم كمان على نقطة مهمة، ان انت كلاعب حتى تحس، وانا عارف مروان من يعني من ولادي اللي انا عارف بيتمرن كتير جدا، لكن الجزء التخصصي ده مهم جدا، وعملية التفاهم ما بينه وبين الأطراف خاصة. ده كمان كان زمان بيقول لك يعني فلافيو مثلا مستني كورة بتاعت جيلبرتو سيد معوض، وعارفين الكره بتروح فين. سيد معوض اول ما يعمل الكره كده، اسلام الشاطر يعمل الكره كده، عماد متعب عارف الكره رايحه فين. فده محتاج اولا تدريب، لكن كمان محتاج ثبات تشكيل، لان ثبات التشكيل هو ده اللي بيدي كمان التفاهم ما بين كل الخطوط مع بعض يعني. فكابتن فتحي حضرتك، كابتن عادل شايف ان النادي الاهلي ما عندناش مشكله في راس الحربه، ان مروان من رؤوس الحربه المميزين وانا بايده في الكلام ده. شايف ممكن نقول على فين اللي حضرتك شايف ان عندنا، مش هقول مشكله لكن في ديفو لازم يتصلح قبل البطوله الافريقيه في خطوط النادي الاهلي؟ ايه قلقان من ايه؟ يعني ايه الخط اللي انت قلقان منه، او الجزء الديفو اللي حضرتك شايفه ممكن لازم يتصلح قبل مباراه الوداد؟ اول حاجه ثبات العمود الفقري. لو العمود الفقري بيتغير بشوفه بيتغير كتير، فلو هو عمود الفقري اللي هو حارس المرمى فعندنا الشناوي اوكي. السردباكين اللي قدامه الاصابه صحيح. او الايقاف او كده بيغيرنا فيهم كتير، بنضطر نغير يعني. هو مش بالمزاج، مظبوط. اذا بيبقى فيه هنا، ثم الاثنين اللي قدامه الاثنين ديفندر علي ديانجو او سلية مثلا او حمدي، ثم اللي قدامه بلاي ميكر افشه
ساعات قفشه وساعات مالهاش قفشه ساعات وليد بيخش فيها يعني وساعات هم الاثنين مش موجودين صحيح. فيبقى حاسس زائد راس الحرب لو ده ثبت زي ما بتقول يعني انك ثبات التشكيل ان اثبت الاول العمود الفقري بعد ما ثبت السته دول الخمسه اللي بره في حارس مرمى لا انا موجود السته دول باقي السته من ال 11 خمسه اللي هم الاثنين باكين والاثنين اللي في وسط الملعب اللي هو موجود كده اثنين بنتكلم على باكين وطرفين وبلاي ميكر وبلاي ميكر دولت الخط ده لو اتثبت فده اللي انا عايزه في النادي الاهلي يثبت هات لي مباراتين ثلاثه ورا بعض للاسف الاصابات خاصه في السرد باكات كتير محمود متولي وبعدين سعد مش موجود ورامي ربيعه وبعدين ياسر ابراهيم كل دي اصابات للسرد باكات او ايقافات بص لاعب مثلا ايمن اشرف اللي باقي عنده ايقاف ليه عنده انذارات فانت لو انت ثبتت هذا العمود هتلاقي فرقتك 100% افتكر كده زمان لما كان عندنا حارس مرمى ثابت وقدامه اللي مش ثابت البطل يعني انا الفريق ثابت طبعا الاثنين السباكين اللي قدامه مثلا تلاقي النحاس وائل جمعه بعدين قدامه هتلاقي شوقي هتلاقي قدامه بوتريكا هتلاقي قدامه عماد متعب ده ما بتغيرش لا في اصابات ولا في حاجه ولا كده فدي اللي بتخلي الناس قلقانه فانا عايز اطمن الناس اللعيبه زمان غير اللعيبه دلوقتي والمدرب عايز يثبت بس هو مضطر ان هو يحط لعيب بدل ما احنا نلعب ناقص بس هي في كره القدم لو انت ثبتت العمود الفقري اللي هو الاساسي وهات انتوا يعني كراجل احترفت بره وشفت وكده هات لي الفرقه اللي لعبت كاس العالم هتلاقي اي فرقه خدت بطوله كاس العالم اي فرقه هتلاقي من حارس المرمى السته دول اللي احنا قلنا عليهم ما بيتغيروش طوال السبع ماتشات لغايه النهائي بتاعهم هناك عشان توصل لنهائي كاس عالم تلعب سبع مباريات سواء المانيا لما خدت كاس العالم هتلاقي السبعه دولت السته دولت ما تغيروش البرازيل لما تاخدهم مش هيتغيروا اسبانيا ما بيتغيروش كل التغييرات في اللي بره العمود الفقري ثابت لا يمكن الفرقه هتهتز بالظبط زي البيت البيت فيه اعمده هنا في الاستوديو فيه اعمده لكن الديكورات دي ممكن تتغير غير زي ما انت عايز فانا بعتبر اللعيبه اللي بره دي اللي هي فيها ديكورات اما العمود الفقري مش ممكن تغير فيه ما ينفعش حد يقرب منه بس حضرتك بتقول انه فايلر مضطر يعمل كده كابتن مضطر ما هيعمل ايه انا عايز اطمن الجمهور بقول لهم يا حضرات ما تقلقوش لان الراجل ده مضطر ان هو يغير التغيير اللي هو موجود ده لان عنده اصابه او عنده ايقاف او عنده الحاجات دي كلها فبتهدوا له العمود الفقري الجمهور عنده قلق يا كابتن عادل وانا بنطمن الجمهور احنا بقى عايزين نطمن الجمهور في الحته دي انت حضرتك تحب تقول ايه يعني هو فايلر الحقيقه يعني اللي احنا بنقوله الراجل اللي كابتن فتحي بيقوله واللي انا بقوله هو بيعمله يعني كل الماتشات ديانج وعمرو السوليه معظمها بيلعب وسعد يعني فتحي كان متعور صح يعني الراجل ما عملش غير كده علي معلول وفتحي وهاني وبيشتغل مع هاني مع فتحي نوع من الروتيشن علي معلول مفتاح لعب رائع جدا كان في رمضان كانوا عاملين جبهه قويه جدا بعدين بقى فيه لما رمضان بقى فيه اجاي مظبوط بقى عاملين جبهه قويه جدا مروان وبعدين لما دخل بادجي ابتدى يديله ماتشات بادجي برضو بالمناسبه لاعب واعد لكن محتاج تدريبات شديده جدا في المرونه والرشاقه وعنده قوه وعنده سرعه الفوت ورك بتاعه عايز شويه مرونه شويه عايز ضبط ورب ضبط زوايا فهو الحته دي محتاجه برضو شغل تخصص زي ما حضرتك قلت بس هو مهاجم مميز برضو كابتن عادل هيبقى مميز هيبقى يعني هو مش مميز لا في الصفات في الصفات اللي محتاج بس محتاج بس انت عارفه ايه ظبط زوايا برضو زي ما حضرتك يعني هو صغير يعني هو لسه صغير يعني مجرد تدريبات تخصصيه في الحاجات اللي فيها مرونه ورشاقه هيبقى رائع لانه بيتميز بحاجات لا تكتسب السرعه عنصر السرعه ده ربنا بيخلقك بيه يعني مش ممكن انمي جزء بسيط منه انما السرعه ده ربنا مديها له القوه الجسمانيه الكرات العاليه الكرات اللي على الارض التسديد برجلين الاثنين في ميزات كتيره جدا بيبقى محطه كويسه جدا وبعدين لعيب كوره يعني برضو ساعات بيعمل اسيست كويس بيعمل تمريرات جيده جدا
ناقصه عنصر بسيط قوي، مرونه ورشاقه دي كل يوم اجيبه خش زجزاج وخش ابهدله كل يوم. لازم ابهدله مرونه ورشاقه، انت عارف دي هتفرق معاه، وخاصه بالكوره. طبعا بالكوره يعني الحاجات اللي فيها ساعات الكوره بتطول شويه، ساعات الكوره الكنترول بيقل شويه. يعني احنا اتكلمنا، يعني الكابتن فتحي بيقول لا احنا ما عندناش، الحمد لله بيطمن الجماهير ان احنا عندنا ما عندناش مشكله، حضرتك بتطمن الجماهير. بعد الفاصل ان شاء الله عايزين نتكلم مع حضراتكم، انتوا شايفين مين في النادي الاهلي هو يعتبر نجم الموسم؟ بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بكباتن الكبيرة اللي مشرفينا النهاردة في البيت الكبير، كابتن فتحي نصير برحب بحضرتك مرة تانية، كابتن عادل تعيمة برحب بحضرتك. قبل الفاصل وفي حلقات كتير كنا بنتكلم عن المشوار الصعب والمعاناة اللي يمكن يعني الأهلي عانى فيها في الموسم اللي فات ده كله علشان يتوج في النهاية ببطولة الدوري. في التقرير اللي حضراتكم هتشوفوه ده هيتكلم فيه عن كل الصعوبات اللي واجهت الأهلي الموسم ده بعد ما استؤنف بعد طبعا كورونا. اتفضل. عن جدارة واستحقاق توج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه بعد موسم شاق وطويل وصعب، لكن اللقب الغالي الذي اعتادت جماهير القلعة الحمراء على معانقته لم يأتي هذا الموسم بسهولة، بل كان وراءه حكاية طويلة ومشوار كفاح رائع ونجوم أخلصوا وانتموا للكيان وقاتلوا حتى يبقى نسر الأهلي محلقاً في سماء البطولات. قد يبدو للبعض في ظل الفارق الكبير في النقاط بين الأهلي البطل المتوج قبل 6 جولات من نهاية المسابقة وأقرب منافسيه أن الموسم كان سهلاً، وهو ما ينافي الواقع والحقيقة، فقد واجه الأهلي حرباً ضروساً على اللقب هذا الموسم ومشكلات كثيرة سواء خارج الملعب أو داخله. البداية من الموسم المضطرب والصعب في ظل فيروس كورونا والذي تأجلت مبارياته لأكثر من 4 أشهر، مما ألقى بظلاله على كل الفرق وجاهزية اللاعبين، لكن الأهلي كان يقرأ السيناريو منذ البداية وتوقع عودة المنافسات من جديد وسعى إلى ذلك بكل قوة، ولذا كان في الموعد عند قرار الحكومة بعودة المسابقة، ونجح في أن يظهر بصورة فنية وبدنية أفضل من كل منافسيه. وتتواصل المشكلات داخل الملعب، حيث عانى الفريق بشكل غريب على مدار الموسم من إصابات كثيرة لعدد كبير من نجومه، مما جعله يفقد عناصر مهمة في العديد من المباريات، كما خسر الفريق جهود عدد آخر من اللاعبين بعدما رحلوا عن الفريق في ظل منافسات الموسم لأسباب مختلفة. أما خارج الملعب فحدث ولا حرج من حرب قوية على الفريق واللاعبين ومجلس إدارة النادي من أجل عرقلة المسيرة الرائعة للقلعة الحمراء وإيقاف قطار انتصاراته لصالح بعض المنافسين الذين فشلوا في السيطرة على تفوقه داخل الملعب، فبحثوا عن وسائل أخرى لتشتيت تركيزه وإبعاده عن منصات التتويج التي يشتاقون للوقوف عليها. لكن إدارة الأهلي ومسؤولي فريق الكرة ولاعبي الفريق المخلصين المحبين للمارد الأحمر ركزوا فقط في مشوارهم، رافضين أن يبعدهم أي شيء عن حصد اللقب مبكرة من أجل التفرغ للمنافسة على الصعيد القاري دون أن يلتفتوا لكل محاولات الحاقدين والشامتين للإيقاع بهم. الأهلي في الموسم الجاري حصد لقبه 42 في بطولة الدوري الممتاز من أصل 61 نسخة للبطولة، وهو ما يتحدث وحده بلغة الأرقام والإحصائيات عن الفارق بين البطل الذي يتحدث العالم عن أمجاده وبين كل من يظهر كل عدة سنوات أو بمحض الصدفة على منصات التتويج. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، والكباتن طبعا كابتن فتحي وكابتن عادل، رغم الصعوبات الكتيرة لكن شفنا النادي الأهلي بيحقق يعني إنجاز إن صح التعبير في ظروف صعبة جدا،
وارقام قياسيه على مستوى الدفاع انت احسن دفاع، على مستوى الهجوم احسن هجوم. بتتكلم على حضرتك كابتن عادل كنت بتتكلم على فارق النقاط الرهيب ما بينه وما بين اقرب منافسيه، رغم طبعا خلينا نقول ان كورونا كان جزء على الكل، لكن كمان الاحداث والتحديات الكتيره اللي كانت حوالين الفريق حوالين مجلس الاداره وحوالين اللعيبه كان اكيد برضو كان لو اي فريق تاني كان هيكون عليها تاثير يعني. اكيد اكيد، لان الملعب ده نتيجه للخارج، يعني مش الملعب نتيجه اداء اللعيبه جوه الملعب ده بينعكس عليه شغلهم اصلا خارج الملعب، اللي نقول عليه في اوضه اللبس ايه اللي موجود وما هو خارج. لو اللاعب مش متحضر نفسيا بره صح، لما بينامش صح، لما بياكلش صح، لما كده مش هيأدي في الملعب. اذا اللاعب خارج الملعب مهم جدا يكون كل عناصر اللعبه سواء الاكل والشرب والنوم والراحه والحاجات دي المثلث اللي بنقول عليه، تنام كويس، تاكل كويس، وتتدرب كويس. يبقى التدريب ده جزء، لكن الاكل والنوم مهم جدا بره. طيب لو في مشاكل بره هتنعكس على اللاعب داخل الملعب. أكيد. لو في مشاكل بره الاداره مع الجمهور مع الفرقه هتلاقي الفرقه مش منتظمه، ما عندهاش الثبات الانفعالي في الاستقرار والتركيز. طبيعي. لكن النادي في الحاله دي هو اللي بيركز، اللعيبه هي اللي بتركز. طالما هي مركزه خارج الملعب هتركز داخل الملعب، وهتقدر تترجم كل اللي المدرب بيقدر يحفظه للعيبه ويشتغل معاهم فيه. طبعا بالنسبه للعيبه والمدرب معانا مداخله مع طبعا رئيس نادي طنطا المهندس فايز عريبي، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ونقول لك مساء الخير. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، بنرحب بيك طبعا وبنقول لك هارد لك النهارده. مباراه امام نادي الزمالك وخساره بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. لا هم هدفين بس، مش هدفين. انا دخلت قالوا يعني قالوا لي في كنترول الثلاثه لا هم بتغلقهم. انت ثلاثه يعني انت شايفها اثنين بس يعني. لا حضرتك رايك ايه في المباراه من على المستوى طبعا كابتن رضا عبد العال بيقدم دي المباراه الثانيه بالنسبه له، وعلى مستوى التحكيم في المباراه حضرتك شايفه ازاي؟ يعني تحياتي طبعا للكابتن فتحي والكابتن عادل وريهام ولحضرتك. الحقيقه يعني كابتن رضا متولي المسؤوليه من ايام يعني لعب مباراه مصر، وطبعا دي كانت مباراه طبعا صعبه لان الفريقين في كانوا في مكان صعب جدا الاخير وقبل الاخير، فكانت مباراه مصر دي ما هياش مباراه سهله يعني، وتعادل فيها بيعقبها ب 48 ساعه مباراه الزمالك. الزمالك خارج طبعا من مباراه خسرها امام اسوان، فكان طبعا عامل استعداد جامد لمباراه طنطا يعني. طبعا ادى الكابتن رضا الحقيقه المباراه بشكل طيب في حدود امكانيات الفريق يعني. صحيح. عمل مباراه جيده، وكان ممكن جدا النتيجه تبقى 2-2 لو في يعني فرصه من الحكم انه يدينا حقنا يعني، لكن بنقول يعني قدر الله ما شاء فعل. احنا اتحطينا السنه دي في ظروف صعبه جدا، يعني خلاص الفرصه اعتقد انها راحت بالنسبه لنا للبقاء. بنعمل اللي علينا من دلوقتي ان احنا ان شاء الله خلال الموسم نعود تاني للدوري الممتاز. كابتن رضا مستمر ان شاء الله الموسم القادم، لكن التحكيم الحقيقه يعني عليه علامات استفهام كتير رغم وجود الفار ورغم كل الحاجات اللي بتتعمل، لكن طبعا كل شيء بيدخل فيه العنصر البشري ما بيبقاش في نسبه نجاح بنسبه 100%. النهارده الحقيقه الحكم يعني انا اول مره احس ان في حكم بيبقى سعيد جدا وهو بيحسب ضربه جزاء ومبسوط قوي، والثانيه والثالثه والرابعه وكوره يعني. ازاي يعني كان مبسوط يا فندم؟ يعني ايه كان مبسوط؟ والله انا حاسس ان هو يعني متسرع جدا في احتسابه لضربات الجزاء، بدليل ان الفار لغاله
قراره يعني كان تقريبا في كوره من بره ال 18 وتحسب هو كان حاسبها ضرب جزاء وكان خارج ضرب ال 18 يعني الحقيقه بتبقى يعني الامور واضحه للناس كلها. الفاول الاخير يعني لعيبه واقعه في الارض وهو مدي ظهره للكوره ولسه يعني اللعيبه معتقده ان هيبقى في هيبقى في حائط من دفاع طنطا علشان يتلعب الفاول لانه على على ال 18 يعني وفجاه هو نفسه بيتضاير لقى الكره اتلعبت من غير ما يدي اذن باللعب وجول وبيحسبه جول عادي جدا يعني اول مره اشوف في حياتي يعني الكوره فاول بيتلعب بالطريقه دي. فطبعا يعني التحكيم من وجهه نظري ضعيف جدا. فاهمه من كلام حضرتك انه تقنيه الفار ما اثرتش وما عملتش الفرق الكبير ده وجوده من عدم وجوده؟ هي اظهرت ان 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 الحكام يعني مستواهم الحقيقه مش على المستوى المطلوب للدوري الممتاز. بدليل انه اخطاء كتير جدا الفار بيتدخل فيها وبيثبت ان الحكم خطا يعني قراره كان خاطئ وكان لم يكن وبرضه الفار ممكن جدا ان لعبه فديه يبقى شايفها وما يحسبهاش ويعني برضه الرغبات والهوى بيبقى موجود سواء عند حكم الملعب او عند حكم الفار. حضرتك طبعا تقصد يعني الانتماءات بيكون ليها دخل حتى في قرارات أكيد. اعتقد أكيد. يعني أكيد. يعني ده شيء يعني في يعني حكام بتقصد يعني انا مش عايز برضه موضوع الحكام ده انا دايما على يعني دايما بنقول سبورت الحكم المصري اكيد في اخطاء وعايز اقول لحضرتك ان المشكله اللي حضرتك شايفها ممكن تكون مشكله البروتوكول نفسه قواعد الفار للاسف مش مفهومه بشكل جيد للاسف على مستوى الحكام وهي دي الكارثه ان على مستوى الحكام حكم الساحه وحكم الفار البروتوكول مش مفهوم فممكن جدا الحكم الفار يندهله او يقول له حصل خطا وهو مش اصلا مش المفروض يقول له يعني كل دي اخطاء لكن يعني طبعا الحكم يمكن يعني عشان الحكام لسه في الاول يا كابتن الحكام في مصر يعني عليهم علامات استفهام كتير للاسف بس يعني مع الفار قلنا الموضوع هيتحسن لكن لسه يعني الشكاوى مستمره للاسف يعني ما انا بقول لحضرتك يعني ايه يعني طبعا النوايا على ما يعني لكن اللي احنا بنشوفه وبنقوله يعني انا مش بقول ان انا النهارده يعني كان لا اكسب نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وفي لعيبه دوليه ومع احترامي الكامل ليهم مش محتاجين مساعده من الحكم، بس المفروض ان كل واحد يقوم بدوره بما يرضي الله مش اكتر. يعني نشوف نادي الزمالك بيكسب بنقول له مبروك ما عنديش اي مانع ان نادي الزمالك يكسبني، فرق امكانيات كبير في الفرقه. لكن كل واحد ياخد حقه يعني الحكم. كل القصه كل واحد ياخد حقه يعني مين اللي يكسب مين اللي يخسر ده مش مطلوب اكتر من كده مش مطلوب اكتر من كده يعني يعني طبعا هارد لك باشمهندس ومهم جدا حضرتك الكلام اللي قلته ان كمان من دلوقتي بتبدا تستعد ان شاء الله لو طنطا موجود في الممتاز به السنه اللي جايه فعندك عندك بلان وعندك خطه ان شاء الله مع الكابتن رضا عبد العالي يكون متولي المسؤوليه الفنيه ان السنه الجايه كمان او الصعود يعني مبكرا بعد العوده الممتاز به تكون موجود تاني في الممتاز الف او الممتاز الدوري الممتاز. بنقول لك هارد لك النهارده وبنشكرك على المداخله السريعه. شكرا ليك يا باشمهندس مهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا. واضح جدا الغضب اللي باين في صوت المهندس فايز عريبي يا كابتن فتحي. هو اولا متحمس جدا وبيحب فرقته جدا وبيحب بلده جدا وشخصيه محترمه وانا من هنا انا اصلا من طنطا فطبعا يعني لازم اعيده لازم يكون في تحيز ما تتخلاش عن هذه الفرقه ما تتخلاش عن طنطا ولان طنطا جزء رئيسي زمان من الدوري المصري يعني طنطا والمنصوره والفرق دي والمحله والاولمبي دي فرق كبيره من اللي هي لها اساس في الدوري المصري فبقول له انت ما تتخلاش عن موقفك وما تتخلاش عن فرقتك وما تتخلاش عن ناديك واكيد هتلاقي ايدين واحنا كلنا بنشجع طنطا
بعد طبعا الاهلي يعني مش كده، لكن هو في حاجه حته الحكم لعب الكره على طول وما انتظرش. كابتن هاني عاده الكور اللي هي في الثلث الاخير الهجومي للفرقه اي ضربه حره مباشره وغير مباشره، اي ضربه ثابته لابد من اشاره الحكم. يعني ما تقدرش تقول ما تقدرش احط الكره والعب على طول في النص تعملها صح. او في نص ملعب الخصم تعملها، يعني لو اي حاجه، يعني لو الخصم في نص ملعبه مدافع فبيلعب بيقول لك فري، مش شرط اشارتك ليه؟ لصوره اللعب. اما الحته اللي هي الهجوميه في الثلث الاخير اللي يجي منها هدف زي كده، ده لا لازم اشاره الحكم، لازم اشاره زي ضربه الجزاء لازم الحكم يصفر، ما يقدرش يلعبها كده. فالضربات الثابته اللي خارج المنطقه لازم الحكم يدي اشاره، بس هو هنا ما اداش اشاره. فله حق ان هم يعني يبقوا متاثرين ان الحكم بيبص لقى الكره بتتلعب داخل الجول، طب مين اللي اداله اذن؟ صحيح. وهو فين؟ وهو في الثلث الاخير، يعني الثلث الهجومي الاخير. دي حته قانونيه برضو يعني، لكن مش بس كلامه فكرني يمكن حتى بابراهيم نور الدين حكم مباراه الاهلي والاتحاد السكندري كابتن عادل، وابتسمت قوي كده يعني النهارده. وانت كمان وبتفتكر هو بيتكلم افتكرت كابتن ابراهيم نور الدين وهو بيحسب ضربه الجزاء، بس هو الحقيقه كان غاضب جدا وكان يعني يعني برضه متحمس جدا، يعني متحمس وفرحان قوي. هو فرحان قوي انه بيصفر ضد النادي الاهلي اهو قدامنا اهو المشهد عشان يعني نفتكره مع بعض برضه. فكابتن عادل النهارده انت عندك مشكله في التحكيم، مشكله كبيره جدا. كنا فاكرين ان بعد دخول الفار المشاكل دي ممكن تقل مش تنتهي بس تقل، لا احنا شايفين ان المشاكل النهارده والشكاوى كثيره جدا من تقنيه الفار من الحكم. هي المشكلة مش في الحكم، المشكلة في إدارة الحكام. لازم يبقى هناك إدارة محترفة، ولا مانع أن أنا أستعين بخبير زي ما السعودية عاملة، بستعين بخبير تحكيمي على مستوى عالي دولي يجي يقعد سنة بيبقى فيه معاه لجنة بتاخد منه كل بس رد فعله ده، هو بيحسب ضربة الجزاء؟ لا، ابراهيم نور الدين انا لن انسى له البنالتي بتاع الانتاج الحربي لما ازاره الراجل خده مصارعه خده باكس مرسور كده، راح واخده شايل وراح حاطه في الارض. دي انا من التحكيم يا كابتن، انا مش هنساها دي في مصر يعني حضرتك، ولا جمهور الاهلي هينساها يعني. انا طبعا في اخطاء كتيره جدا للحكام على مستوى على جميع المستويات. حضرتك شايف ان الفار يعني الفار الناس كلها كان معتقده لما الفار يخش هيكون أداة تساعد الحكم إن الأخطاء تقل بشكل كبير، لكن من الواضح إن حكامنا للأسف حتى يعني ممكن البار يساعد حكم كويس، لكن البار مش هيساعد حكم أصلا، ما عندوش القدرات يعني. هو طبعا هي كتجربة أنا بأشيد بيها أنها دخلت بلدنا أكيد، لكن برضو في نفس الوقت بقول إن لازم يبقى هناك اهتمام بالحكم. لجنة الحكام تبقى لجنة مش حكم اللي بيدير، ممكن يبقى واحد اداري زي اي حته في العالم فيها نجاح. الجامعه الامريكيه اللي بيديرها مش دكتور، راجل معاه دكتوراه في الاداره، هو مش شغلته، او مدير مستشفى مش لازم يبقى طبيب، ازاي يوزع الدكاتره، ازاي يوزع الادويه، يعني راجل ادارجي. ودي موجوده في العالم كله. انا يبقى عندي الجزئيه دي مهمه جدا، وفي نفس الوقت الراجل اللي هيجي دوت مش هيبقى عنده انتماءات لا لفلان ولا للنادي الفلاني ولا لاي حكم، لان هم بيبقى عندهم يعني نوع من انواع التجاذبات، يعني تلاقي كابتن فلان مع مجموعه الشلاليه دي موجوده كمان بشكل موجوده للاسف طبعا. وللاسف يعني بنلاقي احيانا اوزان تقيله قوي، يعني لاين مان ونلاقي الوزن ده عالي جدا. تتكلم على اللياقه البدنيه لياقه الحكم نفسه، اللياقه البدنيه، المظهر العام لما يكون الحكم كده حاجه كده. ده بعد الكورونا حضرتك يعني حسيت بالفرق ده ولا من قبل الكورونا؟ لا حضرتك، لان الوزن ده يعني اثر على الناس كلها. حضرتك بنعاني بقى لنا خمس سنين في عشان بس ما نظلموش يعني. لا مش كورونا، الكورونا بريئه مالهاش دعوه يعني القعده. لا 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 الكورونا طيب. الكورونا بريئه من الاوزان دي، ماشي احنا بنعاني منها. لا مش بريئه قوي يعني برضو، عشان لا ما ينفعش ان احنا نظلمهم قوي برضو. لا بس مع مرحله موضوع الاوزان ده
يعني فرق مع الناس كلها بعد كورونا طبعا. اصل صورتنا حضرتك صورتنا بتبقى مش بس طبعا بشكل عام طبعا لازم يكون في يعني اوزان لائقه حتى من قبل اللعيبه حتى يعني ده في الطبيعي ده لازم يحصل ملوش علاقه بالكورونا يعني ملوش علاقه بالكورونا علاقة بس هو صح. كمان انا لان الدوري بتاعنا العالم كله بيتفرج عليه فلما يلاقي الحكم بتاعنا المصري اللي هو ادخل التحكيم في معظم البلاد العربيه وكان بيعمل دورات وتلاقي حكام عندنا كبار من الحكام الكبار بيديروا لجان التحكيم في الانديه دي في البلاد ديت ويلاقوا حكم مصري بيحكم في الدوري المصري ووزنه تقيل كده دي مش كويسه في صالحنا كمنظومه طبعا مش يعني الحكم اذا كان كويس طب نديله الحته دي عندنا قوي. مشكله حقيقيه في التحكيم الكابتن فتحي وحضرتك شايف حلها ايه يعني احنا دايما بنقول عندنا مشكله ودايما بنسال ضيوفنا اللي عندهم خبرات كبيره حل المشكله دي ايه في التحكيم لا هو التحكيم عندنا مشكله الاول احد في التحكيم. عناصر اللعبه عندنا مشكلة؟ الاساسيه يعني طبعا عندنا مشكله دليل اللي بيحصل ده بعد الفار وفي اخطاء طب لو من غير الفار ده بقى الاخطاء دي كلها مش هتظهر فهيبقى احتجاجات ومشاكل وخناقات وهتبقى مشاكل مظبوط فهي دي ريديوس هي دي بتقلل المشاكل شويه لكن لا زال دلاله على ان ضعف التحكيم عندنا ان رغم وجود الفار في اخطاء رغم وجوده امال هو من غير وجوده يعني لو هو مش موجود الاخطاء دي هتبقى اكتر فدي التحكيم دي مشكله كبيره وهي مش بس عنصر التحكيم كابتن هاني لابد الاحتراف الحقيقي يطبق داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل الكرة المصرية احنا ما عندناش احتراف وبقالنا دلوقتي يمكن اكتر من 20-30 سنة بالنادي دخلنا الاحتراف اسما لكن لم يحترف الحكم مش محترف عندنا الحكم عشان يبقى محترف لابد اننا يتفرغ عن شغله ملوش دخل بالشغل بتاعه ويتفرغ وبعدين عارف وبديله راتب كويس وبديله فلوس كويس اقدر احاسبه بعد كده امرن الصبح اعمل له تمرينات تخصصيه كابتن عادل وانت كده نجيبه عشان يخس شويه عشان يخس ويعملوا الكلام ده كله كل الكلام ده احنا ما عندناش عنصر المدرب ما عندناش الاحتراف ليه المدرب بيتحط من هنا وبعد اسبوع مش بعد اسبوعين بعد ساعتين يروح حته ثانيه بعد ساعتين في ساعات كده ويشتغل خمس ست ساعات ويشتغل هنا اكن مصر ما فيهاش مدربين انا مش ضد المدربين بس انا ضد عدم النظام في الاحتراف فانت فتحتني الحكام ما فيش والمدربين ما فيش احتراف والحكام ما فيش احتراف والاداره ما فيش احتراف كل المنظومه غير محترفه احنا بنجتهد والوحيد يعني النادي الاهلي تعلم ان النادي الوحيد داخل جمهوريه مصر العربيه اللي هو عنده رخصه احتراف الوحيد النادي الاهلي مكتمله يعني كل الشروط وكل حاجه وعندنا الرخصه الدوليه للنادي الاهلي ولسه الشركه كمان لا الشركه دي لسه يعني في عندنا في شركات يعني دي هتبقى شركه كره القدم شركه كره القدم وعندنا شركه قرار مجلس الاداره شركه الاهلي لكره القدم عندنا شركه استاد الاهلي وعندنا كمان شركه الاهلي للسياحه دي ثلاث شركات ان شاء الله في المستقبل يكونوا موجودين اذا انت لانك سباق لان الاهلي سباق فاذا لما بقول انا على الحتت دي كلها يبقى النادي الاهلي سباق في دي يبقى هو الاحتراف لكن انا بقول في مصر لا يوجد احتراف في اغتراف وانحراف لكن ما بقولش ان في احتراف لو اياميكم يعني ايام ما كنت بتلعب يا كابتن كنت يعني انت ممكن تتفك فلوسك تعمل فرقه لو بقيمه الفلوس اللي بتدفع دلوقتي بالملايين بملايين الامكانيات دلوقتي امكانيات اللعيبه دلوقتي انا مش ضد امكانيات اللعيبه بس مش هم دول ما الفلوس اللي بتدفع دي النهارده ده ما هو ده نوع من انواع عدم الاحتراف فين اللعيبه اللي احنا بنتفرج على الماتش النهارده اللي انت بتقيمها احنا اتفرجنا عليه مهندس فايز عربي بيتكلم وبيقول ومتضايق وكده
فين اللعيبه؟ فين يعني دي فين الكوره؟ دي, دي 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 مشكله كبيره، وان شاء الله يعني كمان حضراتكم من الناس اللي عندها تجارب كتيره جدا، خلينا ان شاء الله باذن الله الملف ده احنا اصلا فاتحينه وناخد خبرات حضراتكم فيه، ازاي نخش عالم الاحتراف الحقيقي، وازاي يكون عندنا كوره قدم احترافيه بشكل كبير، ازاي يكون عندنا دوري محترفين بشكل كبير، كل دوت ان شاء الله يعني هنناقشه مع حضراتكم. شرفتونا كابتن فتحي، شرفتنا ونورتنا، وكابتن عادل شرفتنا ونورتنا، وكانت فعلا حلقه مميزه، تشرفنا بوجودكم في قناه النادي الاهلي وفي بيتكم البيت الكبير. شكرا ليكم كابتن، شرفتونا ونورتوا البيت الكبير. بكره ان شاء الله ما فيش البيت الكبير في الاستوديو التحليلي، عندنا ان شاء الله استوديو تحليلي من الساعه 7، وبعد بكره ان شاء الله نقابلكم في حلقه الويك اند. تصبحوا على خير.